مشاهدينا في كل مكان مساء الخير واهلا بحضراتكم. بنسعد بان نلتقي بحضراتكم مره اخرى من خلال شاشه قناه الاهلي ومن خلال استاد الاهلي. النهارده عندنا موضوعات كثيره جدا هنتكلم عنها واحنا بنتكلم مع حضراتكم في مقدمه هذا اللقاء اللي هيستمر ان شاء الله على مدار 3 ساعات. هننتقل في اي وقت في يعني من دقيقه لاخرى سننتقل الى متابعه على الهواء مباشره من داخل النادي الاهلي في الجزيره لنتابع طبعا من خلال تواجد زميلي الاعلامي شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي الاهلي ايضا وزميلنا محمد سعيد مراسل قناه الاهلي وهيكون طبعا الاعلان رسميا عن النتائج التي خرج بها اجتماع مجلس الاداره اللي انتهى منذ قليل. مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب لنقف مع حضراتكم على أهم القرارات وعلى آخر المستجدات داخل مجلس إدارة النادي وأيضا قراءة وتحليل لهذه القرارات مع ضيفينا في الاستوديو وفي استاد الأهلي. موضوعات كثيرة جدا فنية وإدارية واستثمارية وخاصة بمستقبل النادي الأهلي بين تطوير منظومة الرياضة وعلى رأسها كرة القدم أيضا والاستثمار الرياضي ومشروع القرن أو استاد الأهلي أو مدينة الأهلي الرياضية وأيضا الصفقات الجديدة القادمة إلى النادي الأهلي أو التي خرجت إلى أندية أخرى داخل وخارج مصر خاصة في المنطقة العربية هنتكلم عنها وعن مردودها أيضا فيما يتعلق بتعظيم الإيرادات داخل النادي ومجهودات مجلس الإدارة الحالي خلال هذه الفترة وخلال الفترة القادمة وأهم القرارات المتوقعة والمرتقبة إن شاء الله. هيكون مطروح طبعا هذه الامور ستكون مطروحه على ضيوفنا في الاستوديو. اسمحوا لي ايضا في بدايه هذا اللقاء ان ارحب بضيفينا في استاد الاهلي الناقد الرياضي ومدير تحرير صحيفه المساء الاستاذ سامي عبد الفتاح. مساء الخير واهلا بحضرتك يا استاذ سامي وسعداء بوجودك معانا. وايضا من طبعا القيادات في المواقع الرياضيه وموقع حقق ظهور قوي جدا خلال الفتره او السنوات الماضيه وظهر بشكل اكثر من رائع نتمنى ان يستمر على هذا النهج رئيس تحرير موقع يلا كوره الاستاذ كريم سعيد. اهلا بك يا استاذ كريم مساء الخير وسعداء بوجودك معانا. سامي وسعيد انا موجود معاكم. هنتكلم باستفاضه عن كل ما يتعلق بمسار مجلس اداره النادي الاهلي وقراراته خلال الاجتماع السابق وخلال الاجتماع اللي انتهى منذ قليل واللي هيعلن ايضا خلال الدقائق القليله القادمه رسميا من داخل مقر النادي الاهلي في الجزيره. هنتكلم عن العوائد والمردود المالي للصفقات، فكره الاستثمار الرياضي واستغلال الطاقات الموجوده لدى الفريق الاول لكره القدم. مين اللي ممكن ما يكونش له مكان في الفتره دي داخل الفريق اللي رؤيه الجهاز الفني بتقول انه مش الاقرب للمشاركه واللي ممكن ايضا ان يتم تنشيط امكاناته البدنيه والفنيه والذهنيه وايضا حساسيه المباريات من خلال خروجه الى تجارب مصريه او عربيه او اجنبيه ويتم صقل مشاركه اللاعب وحساسيه المباريات وجاهزيته حتى يعود ليكون اضافه فنيه للفريق في الفتره الجايه مع ايضا المردود المالي اللي ضخم جدا بالفعل وهنستعرض مع حضراتكم الارقام بعد قليل لهذه الصفقات والانتقال على سبيل البيع او الاعاره لعدد من لاعبي الفريق اللي خرجوا من صفوف الاهلي في الفتره اللي فاتت وغالبيه هذه الصفقات ستعود ان شاء الله للمشاركه بقوه في الفتره القادمه. اسمحوا لي ابدا بالحديث عن هذه الصفقات او المردود ايضا المالي لها ونتكلم عن بعض الاسماء القادمه. عندنا خبر طبعا اسعد جماهير النادي الاهلي الكابيتانو عوده النجم الكبير حسام غالي الى صفوف النادي الاهلي في هذه المرحله وبالتاكيد هو اضافه كبيره للفريق بخبراته وايضا قيمته كنجم من اكبر نجوم كره القدم في هذه الفتره او في هذا الجيل الحالي. عاد إلى النادي الأهلي أو دخل صفوف النادي الأهلي الانتقالات القادمة خلال فترة يناير أو انتقالات يناير حسام غالي كابتن الأهلي، علي لطفي حارس المرمى قادم من إمبي وصلاح محسن المهاجم القادم من إمبي، محمد شريف جناح قادم من وادي دجلة، محمد فخري صانع لعب وقادم من غزل المحلة، ومحمود الجزار قلب دفاع وقادم من كهرباء الإسماعيلية. وهنتكلم عن هذه الصفقات ولكن نعلن على حضراتكم أيضا أرباح الصفقات الأخرى أو الخروج على سبيل الإعارة لعدد من الأندية المصرية والعربية. خرج لتجارب خارج حدود النادي الأهلي أيضا في هذه الفترة النجم الكبير عماد متعب مهاجم الفريق ذهب إلى التعاون السعودي وقيمة هذه الصفقة 300,000 دولار. مؤمن زكريا الجناح طبعا واحد من نجوم الفريق خرج إلى أهلي جدة وقيمة الانتقال أو الإعارة 400,000 دولار. أحمد الشيخ جناح ولاعب متميز أيضا خرج إلى فريق الاتفاق.
مقابل 450 ألف دولار، وثلاث أسماء طبعا من نجوم الفريق أيضا صالح جمعة وحسين السيد وعمر بركات، صانع لعب ومدافع أيسر وجناح، ومن العناصر اللي بتمتلك أيضا إمكانات كبيرة في صفوف الفريق. خرج صالح جمعة إلى الفيصلي وحسين السيد إلى الاتفاق وعمر بركات إلى الشباب، وإجمالي الثلاث صفقات يعني مجتمعة 2,500,000 دولار، فضلا عن خروج حارس المرمى أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق إلى مصر المقصة. هبدأ مع الأستاذ كريم والأستاذ سامي بالتعقيب على هذه الإضافات الفنية للفريق في هذه المرحلة من خلال الصفقات القادمة في انتقالات يناير، وأيضا تعليقهم أو تعقيبهم على المردود المالي الضخم جدا لفكرة استثمار الفريق بالشكل الأمثل من خلال خروج بعض النجوم أو العناصر إلى داخل وخارج مصر إلى أندية أخرى في هذه المرحلة. تعليق حضرتك إيه يا أستاذ سامي؟ بداية يعني أحب أرحب كابتن حسام غالي، عودته لمكانه في النادي الأهلي، طبعا دي ملعبه وده بيته. هو طبعا راجل ادى مشوار طويل جدا في الملاعب سواء مع منتخب مصر او النادي الاهلي، له اكثر من تجربه احترافيه. ده يعني هو اراد ان يكون يعني ختامه مسك مع النادي الاهلي في 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 بيته، ما في تجربته مع تجربته مع النصر السعودي هي مجرد تجربه، يعني هو اراد ان هو يعني يشوف نفسه في مكان اخر لفتره محدده، والنادي الاهلي اراد ان هو يكرمه بهذا الخروج، فطبيعي جدا انه يرجع لبيته. دي نقطه مهمه جدا يعني عشان فيها كان فيها لغط كبير جدا في الفتره اللي فاتت، ليه مشي وليه رجع. فطبعا حسام غالي لازم يكون يعني اخر مشوار في النادي الاهلي، ده طبيعي جدا يعني. فاهلا بيه، هو كابتن النادي الاهلي وهو كابتنه على حق. صفقات وحتى لو كان في بعد خاص بتكريم هذا النجم الكبير من خلال عودته، وانه ختام مشواره زي ما حضرتك بتقول يكون مع النادي الاهلي، وان حسام ربما يكون بحسابات العمر اقرب الى سن الاعتزال، لكن بما يمتلك من خبرات وبالتالنت المهاره الكبيره اللي هي الموهبه الفطريه الموجوده عنده كلاعب من قبل ما يكتسب خبرات، هل تعتقد كمان انه ممكن يكون اضافه فنيه كبيره للفريق؟ ده اكيد هو اضافه، هو يعني النادي الاهلي ده فرقه الاهلي بالذات يعني مشواره الافريقي والمحلي محتاج قائد، وجود يعني دي كانت ثغره موجوده يعني مش هنخبيها، يعني مش هن يعني نداري راسنا بعيدا عنها، ان القائد موجود يعني حتى لو هو قاعد على الخط، حتى لو قاعد على الدكه فهو القائد موجود، قائد الفريق مش بس في داخل المستطيل الاخضر. وجوده كان مهم جدا في الفتره الجايه، عندنا بطوله افريقيا وعندنا ان شاء الله الاهلي يعني يحقق البطوله ويحقق تذكره مونديال مره اخرى. وجود حسام غالي ده مهم قوي. قرار الاعتزال ده احنا مش محل نقاش، يعني هو صاحب القرار اولا واخيرا، انما هو اراد ان يكون، حضرتك تقصد ما حدش هيفرض عليه هذا القرار، هو صاحب الحق. أبداً صحيح، هو التجديد له، تم التجديد له لمده 6 شهور يعني نص موسم، لكن المفاجات وارده، المفاجات قد يتالق من جديد او يتحدى يعني نفسه في المرحله دي بالظبط كده، وهو يعني هيقدم نفسه من جديد، يمكن ان يستمر بيه في المرحله، يقدم نفسه من جديد لجماهير الكره في الاهلي والجهاز الفني بقياده الكابتن حسام غالي، حسام البدري. فبالتالي يعني مساله الاعتزال مش هي نقطه المناقشه في هذا المحتوى، ولكن القياده اللي كان محتاجها الاهلي في الفتره الجايه شايفها متوفره في حسام غالي اساسي. يعني هو يعني هو يعني هو بيديها للاخرين كمان، هو يعني هو بيصدرها لزمايله الاخرين، وطبعا بقيه الصفقات هي هنتكلم عنها، بس بما ان حضرتك بدات بالحديث عن النجم الكبير حسام غالي وعودته لمده 6 اشهر في صفوف النادي الاهلي او التعاقد مع الاهلي لمده 6 اشهر، مهم اني اسمع كمان راي الاستاذ كريم سعيد، كيف ترى عوده حسام غالي بين النجم صاحب الخبرات وبين القائد حتى اللي له تاثير كبير وزمايله يعني بيحظى باحترام زملائه وحتى لاعبي الكرة او نجوم الرياضه خارج حدود الاهلي كمان بشكل عام؟ طبعا حسام غالي اسم كبير في كره القدم وحتى في القياده في نادي الاهلي، حسام ليه باع كبير فيها، لكن طبعا احنا بنتكلم عن النقطه الاهم في عوده حسام غالي، وهي عوده الابن او حب ينهي حياته، ينهيها في نادي، ده الخطوه الافضل، ما احسن ما تنهيها. دايما بشوف لعيب نادي الاهلي، لعيب نادي الزمالك، لعيب نادي الاهلي ليها جماهير كبيره، لازم تنهي مشوارها في ناديها، بيبقى احسن ختام، لان عارف محمد اللعيب بعد ما بيخلص مشوار مع كره القدم دايما بيفتكر اللحظه دي، اللحظه دي بتبقى معاه. اللعيب اللي بينهي حياته بره نادي اللي نشا فيه بتبقى صعبه شويه. فانا اعتقد حسام غالي كان النهارده الاتفاق احنا بنرجع حسام عشان الحته دي، طبعا دي نقطه مهمه جدا. النقطه الفنيه مش عايز اتكلم فيها كتير، ان حسام حاليا مش هيبقى، مش هيبقى هو الاختيار الاول او الاختيار الثاني او حتى الثالث
للكابتن حسين بدري في خط وسط النادي الاهلي. طريقه اللعب بتاعت الكابتن حسين بدري شفناها خلال اخر 6 ماتشات بقت ماشيه على سيستم واحد. صعب جدا جدا حد بيخش يعني جديد الا لما بيثبت نفسه بشكل جامد قوي. يعني الحسابات الخاصه بامكانيه انه يدخل في تحدي مع نفسه ويفرض نفسه بمستواه لو استعاد يعني بنسبه كبيره مستواه طبعا. نعم. وفقا للمعايير المعروفه عن المرحله العمريه دي. نعم. يعني ما يتماشى مع عمر اللاعب حاليا. نعم. هل ممكن يحقق مفاجاه وهل ممكن يقدم نفسه بمستوى فني وبدني يفوق بنسبه التوقعات؟ لا خلينا نشوف المراكز. كان حسام غالي اوريدي بيلعب فيها وكان بيلعب هاف ديفندر وكان بيلعب بوكس تو بوكس او المركز بتاع عمرو السوليه. حسام غالي قليل جدا ما لعب الدور بتاع عبد الله السعيد وصعب يلعبه في الوقت الحالي. فحسام غالي لو حب يلعب الدور قريب لعمرو السوليه هيبقى عنده في منافسه مع عمرو السوليه وهشام محمد. فانا اشوف ان هشام محمد وعمرو السوليه هم الاقرب في المركز ده. مركز الهاف ديفندر صعب جدا جدا حسام غالي يقدر يروح الورك ريت بتاعه ما يقدرش يساعد وقت في الوقت الحالي في السن الحالي ان هو يروح ويرجع عشان يغطي المكان بتاع حسام عاشور كمان موجود فيه اكرم توفيق. فانا بشوف ان حسام طبعا الدور القيادي بتاعه زي ما قال الاستاذ سامي مهم جدا جدا خصوصا في افريقيا انه يعرف اللعيبه ازاي لما نروح في افريقيا بس نلعب ازاي او حتى يديهم بعض النصايح. الجزء الفني مش هنتكلم فيه كتير لكن انا بشوف حسام غالي قيمه كبيره في النادي الاهلي شيء جيد جدا يختم حياته النادي الاهلي. ولازم بقى نبص لنقطه مهمه جدا جدا لحسام غالي هيبقى واحد من افضل الكوادر الاداريه اللي تحولت من الكوره للجزء الاداري. حسام غالي هيبقى يعني اعتقد ليه متوقع نجاحه في الكارير الاداري في الفريق؟ عشان حسام غالي تعليمه عالي جدا لعب في اوروبا كاريزماتيك جدا جدا شخصيته ممتازه جدا وعنده اسلوب مع اللعيبه عنده اسلوب مع اللعيبه الاصغر منه سنا. فاعتقد هو ان شاء الله باذن عنده المواصفات اللي تاهله للنجاح الاداري وينفع على الشقين الشق الفني والشق الاداري. يعني تقول لي مثلا ان شاء الله في المستقبل يعني وربنا يديله طول عمر حسام غالي مدير كوره ينجح, حسام غالي مدرب ينجح, حسام غالي مدير فني ينجح. وعنده القبول اللي بيبقى موجود عند نجوم وعند لاعبين مش دايما عند كل اللاعبين. بعد سنوات كتير قبول في الاعلام في الوسط الصحفي والاعلامي والمواقع. بعد سنوات كتير حسام غالي عضو على الشاشات في ظهوره اعلاميا. بعد سنوات طويله حسام غالي عضو مجلس اداره ينفع, حسام غالي رئيس نادي ينفع. لا 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 حسام غالي ان شاء الله ان شاء الله يكون موفق. يعني بنتمنى له كل التوفيق نجمنا حسام غالي انه على المستوى الفني وعلى المستوى الاداري والمستوى الجماهيري وزي ما قال زميلنا طبعا الاعلامي الشاب كريم سعيد رئيس موقع يلا انه بيتوقع وفقا للمعطيات الموجوده او المميزات الموجوده في شخصيه وفي كاريزما حسام غالي انه يقدر ينجح على كافه المسارات اداريا وفنيا ومن خلال الاداره الفنيه في الفريق ان شاء الله في الفتره الجايه او مع النادي. بس خلينا نتكلم بشكل واقعي خطوه خطوه. اهم حاجه هو نجاح تجربته في العوده لصفوف النادي الاهلي وانها تبقى على قدر طبعا تطلعات جمهوره وجماهير والجهاز الفني للاهلي ومجلس الاداره اللي بيطرح ثقه او بيضع ثقته في هذا النجم الكبير من خلال اتاحه الفرصة للعودة في هذه المرحلة ومرحب بيه طبعا على يعني أكبر قدر ممكن. وفي نفس الوقت الجماهير هتتوقع منه أنه يتحدى نفسه في هذه المرحلة وأنه يقدم أفضل ما عنده كنجم من نجوم الفريق الأول في النادي الأهلي. هننتقل مع حضراتكم سريعا على الهواء مباشرة للنادي الأهلي ونتابع مع حضراتكم الإعلان رسميا عن قرارات مجلس الإدارة الذي انتهى في اجتماعه الأخير منذ قليل. انا برحب بحضراتكم وبشكركم الحقيقه كالمعتاد على حرصكم على يعني متابعه اجتماعات مجلس اداره النادي الاهلي بكل دقه وعدد ساعات كبيره بتقضوها معانا الزملاء الصحفيين والاعلاميين. ومن خلال قناه النادي الاهلي كمان بنوجه التحيه الحقيقه لجمهور النادي الاهلي العريض. يهمني اقول انه هذه الجلسه لاجتماع مجلس الاداره هي الجلسه رخم 5 او الاجتماع رقم 5 وانه الجلسه مستمره يعني ان شاء الله ستستكمل في وقت لاحق ربما الاسبوع المقبل نظرا لانه في عدد كبير جدا من الموضوعات اللي كانت معروضه على هذه الجلسه او هذا الاجتماع. وبالتالي المجلس ارتأى انه يستكمل الاجتماع ان شاء الله في جلسه قادمه. وبالتالي ما عندناش قرارات كتير نقولها لحضراتكم وان كان ابرز ما خرج من قرارات انتوا عارفين انه المجلس يسابق الزمن من اجل النهوض بالنادي على كافه المستويات. لو بدأنا مثلا بالجانب الاجتماعي الحقيقة انه تم اعتماد لائحة
اللجنه الطبيه او اللائحه العامه للجنه الطبيه. وحضراتكم عارفين ان الدكتور محمد شوقي يعني هذا الاهلاوي العظيم هو اللي بيراس هذه اللجنه. وهناك الحقيقه خطه طموح للجنه الطبيه اعتمدها مجلس الاداره تتعلق بالتعاقد مع شركه تامين طبي من المسجله في الهيئه العامه للرقابه الماليه للتامين على العاملين والموظفين في النادي، يكون نظام تامين صحي محترم يليق باسم النادي الاهلي والعاملين به. ايضا سيتم تقديم خدمه طبيه تتعلق بالاعضاء، سيكون هناك كشف دوري مجاني على جميع أعضاء النادي الأهلي فوق 60 سنة، وبالتالي فكرة الفحص الدوري دي بتوفر خدمة عظيمة جدا لأعضاء النادي، وده أقل حاجة الحقيقة مجلس إدارة النادي يقدمها للأعضاء. مش كده وبس، هيكون هناك تعاون الحقيقة مع مسؤولة عن توفير علاج فيروس سي النادي الأهلي، واتساقا مع نهج الدولة المصرية في مصر خالية من فيروس سي، هيقوم بحملة الحقيقة للكشف عن فيروس سي في فروع النادي الثلاثة سواء الجزيرة أو مدينة نصر أو الشيخ زايد. وإذا لا قدر الله كان في أي من الأعضاء مصاب بفيروس سي سيتم علاجه أيضا على نفقة النادي في غضون أيام قليلة بالتعاون مع الشركة اللي هتوفر هذا العلاج. فأنا بعتقد في تقديري الخاص يعني إنجاز أن يكون ليا رأي هذا الأمر وهذا الاعتماد من الحاجات المهمة جدا اللي مجلس إدارة النادي الأهلي خد بها قرار اليوم، لأنه الحقيقة دايما أعضاء الأهلي بيأتوا في مقدمة اهتمامات مجلس إدارة النادي الأهلي. فيما يتعلق بموضوع التعيينات والاستغناءات، الحقيقة أنه النادي أرجأ فكرة تعيين مدير للمقر ومدير للأمن في الجزيرة إلى الجلسة القادمة، لكن تم تجديد الثقة الحقيقة في عدد من الكوادر الإدارية المتميزة الموجودة في النادي زي الأستاذ ياسر الرزاز مدير مجمع حمامات السباحة في النادي، وأيضا تجديد الثقة في الأستاذ أيمن لطفي عبد العزيز مدير الصلاة والملاعب، وكمان الأستاذ حسين سعيد عبد العزيز مدير المنطقة الترفيهية في مدينة نصر. بالنسبة للشيخ زايد أيضا تم تجديد الثقة في اللواء إبراهيم عطلة مدير خدمات الشيخ زايد، والأستاذ محمد أحمد عبد الله مدير مجمع حمامات السباحة بالشيخ زايد. المركز الإعلامي الحقيقة كان الأستاذ جمال جبر الزميل العزيز متقدم بتشكيل للمجلس تم اعتماده طبقا للي صرح به أو التصور اللي قدمه الأستاذ جمال جبر. أيضا تم تشكيل أو اعتماد تشكيل اللجنة العليا للخدمات اللي كنا الحقيقة اتكلمنا عنها في الاجتماع الماضي. اللجنة بتضم الأستاذ محمد يوسف محبوب زي ما حضراتكم عارفين رئيس للجنة، ومعه مقرر الأستاذ محمد سمير، ومجموعة من الأعضاء هم السادة الأساتذة عمرو عطية، ريهام توبار، وليد سليمان، وياسر سعيد، وهاجر مقبول. بالإضافة أنه تم اختيار عدد من رؤساء اللجان التي لم يتم اختيارها في الاجتماع الماضي. لجنة المرأة سترأسها الأستاذ عزة زيان، ولجنة الرحلات سيرأسها الأستاذ طارق أحمد إبراهيم. وعلى أن يبقى القيمة الأهلوية والعضو الأهلاوي الكبير نظرا لخبراته الكبيرة الحقيقة الأستاذ ياقوت صعوان مشرفا عاما على لجنة الرحلات. يعني دي كانت الحقيقة مجموعة من القرارات اللي اعتمدها المجلس اللي اجتماعه إن شاء الله مستمر للأسبوع المقبل وسيستكمل الجلسة في الأسبوع المقبل. في العادة بنختم دايما بأخبار كرة القدم والفريق الأول، حضراتكم كنتم متابعين الأخبار اللي خرجت عن المركز الإعلامي والحقيقة نشرت سواء على موقعنا الرسمي أو في قناة النادي، وكل وسائل الإعلام طيرتها الحقيقة فيما يتعلق بالصفقات الجديدة. مجلس الإدارة الحقيقة أثنى على الجهد اللي بذلته لجنة الكرة وأيضا إدارة التعاقدات وجهاز الكرة بشكل عام والكابتن عبد العزيز عبد الشافي فيما يتعلق بالتعاون أو بإنهاء عدد كبير من الصفقات اللي حققت ما أسماه النادي وطبقا لتعبير الكابتن عبد العزيز عبد الشافي التوازن المالي والفني. ازاي توازن فني؟ حضراتكم عارفين يعني انا راجل مش متخصص واحنا ما بنتكلمش في الكوره الحقيقه، لكن بنعيد ما قاله اهل الكوره يعني انه تم الاعتماد على عدد من اللاعبين صغار السن نجوم متميزين في انديتهم انضموا في فتره انتقالات الشتويه الى النادي الاهلي، وفي نفس الوقت تم اعاره 6 لاعبين الى الدوري السعودي، وحضراتكم عارفين الدوري السعودي دوري قوي، فده وفر الحقيقه للنادي الاهلي
مشاركة لهؤلاء اللاعبين اللي كان معظمهم ما بيشاركش، وبالتالي بيحافظ على مستواه على أن يعود للنادي بعد انتهاء فترة الإعارة، وفي نفس الوقت في عائد مادي للاعب وللنادي. إجمالا يعني يمكن القول أن هناك حالة رضا تامة من مجلس الإدارة على ما حققه جهاز الكرة أو لجنة الكرة تحديدا وإدارة التعاقدات مع جهاز الكرة فيما يتعلق بالتوازن الفني رقم واحد والمالي أيضا، لأن عارف الناس مشغولة شوية بفكرة الصفقات والأسعار وما إلى ذلك. يعني بحب أطمن جمهور النادي الأهلي العظيم أنه النادي الأهلي حقق مش بس توازن، لا ما هو أكثر من التوازن في الجانب المالي ناهيك عن التفوق في الجانب الفني. مجموعة من اللاعبين صغار السن بنتوسم فيهم إن شاء الله يكونوا إضافة هائلة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. النادي الأهلي نادي بطولات وعنده مشاركات مختلفة في بطولات مختلفة خلال الشهور القادمة. بنرحب بعودة الكابتن حسام غالي كابتن النادي الأهلي إلى بيته، وإحنا قبل كده قلنا إنه حسام غالي وعماد متعب له مكانة خاصة في مش بس في قلوب أعضاء وجماهير النادي الأهلي ولكن أيضا مسؤولي النادي الأهلي، لأن دول أبناء النادي اللي إحنا الحقيقة بنتوسم فيهم كثيرا. عاد حسام غالي إلى النادي الأهلي فبنرحب به، والمفترض إنه يعني البطاقة الدولية ستصل خلال ساعات إن لم تكن قد وصلت، يعني تم توقيع العقود وتم القيد في اتحاد الكورة وطلبت أيضا البطاقة الدولية. حضراتكم عارفين الفريق الأول لكرة القدم سيغادر غدا إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في مباراة مع يعني محترف الدوري السعودي في اعتزال الكابتن فؤاد أنور بدعوة كريمة من الهيئة العامة للرياضة في السعودية. بنتمنى لهم إن شاء الله زيارة موفقة والعودة لاستكمال مباريات الدوري، وجلسة مجلس الإدارة مستمرة إن شاء الله، وبالتأكيد هيكونوا حضراتكم موجودين معنا وقناة النادي الأهلي والموقع الرسمي زي ما احنا متعودين لنخبركم بالجديد وبقرارات مجلس الإدارة. أنا بشكركم، ولو في أي سؤال حد يحب يستفسر عن حاجة قبل ما ننهي هذا الحوار يعني غالبا الاسبوع الجاي وهنبلغكم يا احمد، لكن لسه اليوم لم يحدد لان انت عارف ان الامر بيبقى مرتبط باسفار بعض اعضاء مجلس الاداره والكابتن محمود الخطيب وكله. قول لي كابتن. تمام، انا بشكركم شكرا جزيلا، ويعني ان شاء الله دايما معانا في كل الاخبار السارة المتعلقه بالنادي الاهلي. شكرا لكم والى اللقاء. بشكر زميلنا الإعلامي شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي، وبتمنى له طبعا بقول له مبروك، بتمنى له التوفيق في مهمته بعد تكليفه واختياره لهذه المهمة، وإن شاء الله طبعا هو على قدر هذه المهمة أن يمثل أو يتحدث رسميا باسم هذا الكيان الكبير وباسم مجلس الإدارة وإعلان القرارات الصادرة عنه. شريف زميلنا من الإعلاميين المتميزين واللي عندهم خبرات، وإن شاء الله يكون على قدر التطلعات، وأيضا يكون طبعا ده إضافة له في مشواره الإعلامي، وأيضا هو يضيف لهذا المكان بخبراته الإعلامية، ويكون طبعا أفضل من يمثل مجلس إدارة النادي الأهلي من خلال المؤتمرات الصحفية ومن خلال كافة المنتديات الرسمية اللي فيها حديث رسمي معلن لكل وسائل الإعلام وللزملاء الصحفيين ولممثلي كل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بهذا الشكل اللي أشاد بيه وإحنا بنسمع القرارات زميلنا الإعلامي الأستاذ كريم سعيد. ليه قلت أستاذ كريم، ليه قلت أنا سعيد بالتجربة دي وسعيد بموقف النادي الأهلي وتكليفه لمتحدث رسمي وهذا الشكل اللي فيه شفافية في الإعلان عن القرارات بشكل دوري وبشكل منتظم وعلى الهواء مباشرة؟ أول حاجة طبعا عشان خاطر الشفافية. النهاردة الأمور بتحصل يعني دي باي دي، فأنت بتعرف الجمهور، تعرف أعضاء الجمعية العمومية إيه اللي بيحصل. مهم بقى في حتة المتحدث الرسمي إن هنا في طرف ثالث، مفيش عضو مجلس إدارة هو اللي بيطلع مباشرة يكلم الناس، فبالتالي ممكن يحصل نوع من أنواع إن عضو مجلس إدارة بيقول وجهة نظر شخصية فبتختلط مع أو بتمثل الناس بتقول ده رأي عضو مجلس إدارة ولا ده قرار للمجلس، فكل السلوك بتخش في بعضها. إنما وجود متحدث رسمي هو أصلا شخص إعلامي فعارف هيقول إيه وما يقولش إيه، إيه المتاح ليه إن هو يقوله في وقت محتوى البيان نفسه في وقت محدد ووقت أسئلة محدد، فبيخلي النهاردة الأمور متنظمة. وعشان كده دايما دايما في الأمور دي لازم يتم اللجوء فيها زي ما قلت للطرف أو الثيرد بارتي، إن أنت النهاردة في حد مش من المجموعة اللي طلعت القرارات هو اللي بيتحدث، وبالتالي ما بيحصلش أي نوع من عدم الفهم أو سوء الفهم أو إن في حد يكون بيحب يطلع قدام الكاميرا كتير وياخد دايما الامور الشخصيه. طيب احنا لسه يعني مع حضراتكم مره ثانيه هنروح سريعا، ننتقل سريعا مره اخرى لمقر النادي الاهلي في الجزيره ونشوف لسه في مستجدات او مزيد من التفاصيل هنتعرف عليها مع حضراتكم.
انا يعني برحب بحضراتكم مره ثانيه. الحقيقه عندنا يعني خبر مهم. مجلس الاداره حضراتكم عارفين انه مستمر، وبالتالي الكابتن محمود الخطيب الحقيقه ابلغني بقرار او بخبر مهم جدا، اعتقد انه حق جماهير كره القدم ان هي تعرفه، جمهور النادي الاهلي، انه ثار كلام كثير جدا حول صفقه صلاح محسن. الحقيقه انه مجلس الاداره بعد ما اعتمد هذه الصفقه، انه معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئه العامه للرياضه في المملكه العربيه السعوديه الشقيقه، وهو رئيس شرف النادي الاهلي الذي نحمل له كل ود وتقدير واحترام، وهو احد يعني داعمي النادي الكبار، قرر ان يتحمل بالكامل صفقه صلاح محسن، وانه مجلس الاداره الحقيقه طبعا وافق على هذا الكلام على الفور، وتوجه به خالص الشكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ. وده مش جديد الحقيقه عليه، حضراتكم عارفين انه طول الفتره الماضيه كان في دعم كبير من معالي المستشار تركي فيما يتعلق باستقدام فريق اتلتيكو مدريد، بالمساعده في اعاره اللاعبين المصريين الى الدوري السعودي، الامر اللي عاد بالفائده الفنيه والماليه على اللاعبين وعلى الانديه زي ما قلنا لحضراتكم. كان في كمان يعني دعم لمنشآت النادي بمبلغ مالي كبير، إضافة إلى أنه بيلعب دور كبير مع المستثمرين من أجل إنشاء مدينة الأهلي الحقيقة الرياضية اللي هي بتعد مشروع القرن. والحقيقة أنه كابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة يعني بيثنوا وعلى هذا الموقف وبيثمنوه، وإن شاء الله هيكون في تفاصيل أكتر سيعلنها رئيس مجلس الإدارة كابتن محمود الخطيب فيما يتعلق بهذا التعاون خلال مؤتمر صحفي قريب جدا سنعلن فيه عن تطوير المنشآت وما يتعلق بالاستاد الجديد. فصفقة صلاح محسن سيتحمل تكاليفها بالكامل سعادة المستشار تركي آل الشيخ رئيس شرف النادي الأهلي والقامة الكبيرة المحبة للنادي الأهلي ولفريقه ولجمهوره، فاحنا بنشكره الحقيقة. كتير من التفاصيل سيعلنها كابتن محمود الخطيب. قول يا ابو رعب في أي تفاصيل؟ تمام، شكرا جزيلا. يعني طبعا قرار يسعد جماهير النادي الاهلي، وقرار جديد او خبر جديد بيضيف للاخبار الجميله اللي تلقيناها في الفتره اللي فاتت، تلقاها كل اعضاء وجماهير وكل محبي النادي الاهلي في كل مكان، واللي انتهت فور اعلان نتائج انتخابات مجلس الاداره وفوز القائمه الحاليه بقياده الكابتن محمود الخطيب وما اعلن عنه من حب واحترام وتقدير كبير من كوادر مصريه وعربيه داخل وخارج الوسط الرياضي لهذا النجم الكبير واسطوره الرياضة المصرية الكابتن محمود الخطيب، واللي أعلن عن هذا الحب وهذا التقدير في شكل استثمارات قادمة دعما للنادي الأهلي بقيادة مجلس الإدارة الحالي بقيادة الكابتن الخطيب في أكثر من صورة، وآخرها هذا الخبر الجميل اللي تلقيناه مع حضراتكم دلوقتي، وهو تحمل المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة في المملكة العربية السعودية ورئيس شرف النادي الأهلي لقيمة مالية كبيرة هي صفقة انتقال اللاعب صلاح محسن إلى صفوف النادي الأهلي. هسمع التعقيب على هذا الخبر وهذا الإعلان وهذا العرض الجديد من عروض كثيرة جدا محبة للنادي الأهلي نتلقاها كل يوم مع حضراتكم ونسعد بها، وتؤكد حجم التقدير للمجلس الحالي ولقائده الكابتن محمود الخطيب. أستاذ سامي عبد الفتاح، تعقيب حضرتك إيه؟ والله أنا بدون بحفظ الألقاب، يعني هذا الرجل يبهرني كل يوم، يعني هذا الرجل سعادة المستشار تركي آل الشيخ يبهرني كل يوم بحب للنادي الأهلي إلى هذه الدرجة. في من يعشقون النادي الاهلي خارج مصر من اشقائنا العرب، يعني اورد هنا قصه بسيطه جدا لزميل، يعني مع احترامي والتقدير له، يعني استعجب مع صدور قرار النادي الاهلي بمنح الرئاسه الشرفيه والفخريه لمعالي الشيخ تركي. ليه النادي الاهلي تسرع بهذه الصوره؟ انا طبعا مش هقول اسماء، ولكن انا وجهه نظري ان عندي ثقه كبيره جدا في الكابتن الخطيب في مجلس اداره. الناس دي مش هتعمل حاجه كده الا اذا كانت على ثقه جامده وكبيره جدا ان هذا الرجل عاشق للنادي الاهلي، بغض النظر عن قدراته، يعني انه هيقدم ايه ولا إيه من الناحيه الماليه. هذا الرجل قيمه بجد، يعني هو يعني فكرني برحمه الله عليه عبد الله الفيصل، يعني فيما في قدر العشق للنادي الاهلي، واللي مترجم لعطاء للنادي، عطاء على طول مباشر. يعني انا مش مستغرب، يعني انا منبهر منه، انما مش مستغرب اللي بيقدمه للنادي الاهلي.
ومتوقع منه اكتر من كده يعني، متوقع منه وربما يعني يحفز الاخرين، لان النادي الاهلي ده كيان يعني كيان كبير جدا، ما هوش مجرد فرقه كوره ولا شويه بطولات في خزنه ولا لا، ده تاريخ وقدر يصنع لنفسه عشق في كل الاقطار يعني، في كل الاقطار العربيه وخارج مصر. انا كنت في استراليا من سنين، لقيت الناس قاعده مع فرق التوقيت بتتفرج الفجر، بتجمع نفسها عشان تتفرج على ماتش الاهلي في افريقيا يعني، بحجم رهيب يعني. يعني عشق النادي الاهلي ده مساله مش سهله يعني، مساله يعني كبيره جدا. فطبعا يعني له كل الشكر والتقدير. وهرجع لحضرتك كمان في قضيه كنا بنتكلم عنها، بس انا ما اعرفش اذا كان كريم كنت انهيت اجابتك عن يعني رؤيتك لاهميه وجود متحدث رسمي باسم مجلس الاداره في تداول المعلومات والشفافيه واطلاع المواقع والصحفيين والزملاء الاعلاميين طول الوقت بالشكل الدقيق. هل انهيت حديثك في النقطه دي؟ احنا كنا انتقلنا مره ثانيه لتلقي الخبر الاخير. ممكن بس اضيف بس نقطه اخيره، حتى برضه محمد المتحدث الرسمي لما يكون شخص اعلامي بيعرف ازاي يوصل المعلومه واسلوبه يعني، وان الجمله تعني ما قصده مجلس الاداره، الصياغه الصحيحه للعباره لا نفسها. وكمان مش متسرع في ان هو بيقرا الخبر او بيقول المعلومه، لا هو بيقول ما هو متاح. دي نقطه مهمه جدا جدا، ولازم طبعا يبقى هنقول ايه، ادي العيش لخبازه يعني، كل واحد ليه دور معين. تتمنى تبقى التجربه دي يحذو حذو النادي الاهلي باقي الانديه في مصر، ان ده الشكل الاعلاني الصحيح. لا يسح الا الصحيح الرسائل او القرارات اللي بتخرج من داخل مجلس اي مجلس اداره لازم عنده متحدث رسمي هو اللي بيتكلم بلسانه، ما ينفعش عضو مجلس اداره هو اللي يطلع يتكلم، والا تحول اعضاء مجلس اداره نجوم اعلام وبداوا النهارده يتكلبوا ويتسارعوا على المايك. وتضاربت المعلومات أكيد اللي بيتم تداولها، اصبح تسمع الشيء وضده احيانا او تناقض في المعلومات. طيب استاذ سامي، هل الفكره دي يعني متفق مع الاراء اللي بتقول ده، انه فكره وجود متحدث رسمي باسم الكيانات الكبيره ومنها الانديه الكبيره او الانديه بشكل عام ومجالس ادارتها، حضرتك شايف ان ده ممكن يحل جزء من مشكلات كثيره جدا موجوده في الوسط الرياضي ولا لا؟ احد اسباب مشاكل انديتنا كلها ان المجالس الادارات دي زي ما تكون في باترينا مكشوفه يعني، متشاف منها كل حاجه ومسموع منها كل حاجه يعني، ومركبين سماعات خارجيه، فبالتالي يعني ما فيش قدره على اداره العمل باستمراريه. وجود متحدث رسمي فعلا بيطلع الخبر زي ما بيقول كريم يعني بالقدر المطلوب يعني، لحين مش كل حاجه يعني، اعطى العيش الخباز والخبز ما بيصنعش في لحظه يعني، ما في عجينه. ده غير حق الاعلاميين بالظبط يعني، المعلومه السليمه الدقيقه في توقيتها انهم يحصلوا. والاعلامي مش هيسكت، لازم هيدور على المعلومه باي وسيله ايا كان. فبتدخل هنا الاجتهادات، فبتخش الاجتهادات موضوعي ومنها بقى يعني في يعني مجالس ادارات مش متماسكه كفايه بتتفكك بسبب هذه النقطة بالذات يعني. كل واحد بيخش يخرج بتصريح أو تصريح مناقض أو تعليق على التصريح، فيعني الدنيا بتبقى صعبة جدا، وإدارة العمل نفسه مش موجودة. طب احنا عايزين نعقب مع حضراتكم أو نسمع تحليلكم وقراءتكم لبعض الأمور اللي تم الإعلان عنها. بعض القرارات خاصة ب يعني عندنا أمور كثيرة جدا، تجديد الثقة في بعض الكوادر العاملة والقائمة على إدارة قطاعات أو إدارات داخل النادي، وطبعا بنهنئ كل من تم تجديد الثقة لهم يعني، وفي بالتأكيد إشادة من مجلس الإدارة بدورهم أو تقييم موضوعي بيؤكد إتقانهم لأداء أدوارهم المكلة إليهم داخل النادي، وبالتالي يتم تجديد الثقة ويعني تعيين أو قبول كوادر وتشكيلات لعدد من الهيئات داخل النادي، ومنها المركز الإعلامي بقيادة زميلنا العزيز الأستاذ جمال جبر، واعتماد التشكيل اللي تقدم به المجلس الإدارة، أيضا تشكيل عدد من اللجان، اختيار تشكيل عدد من اللجان واختيار رؤساء اللجان، وأخص بالذكر طبعا رمز من رموز الأعضاء في النادي الأهلي والأهلوية الكبار جدا المعروفين بحبهم الشديد ويعني تفانيهم في أي شيء يطلب منهم من أجل مصلحة هذا النادي العريق، الأستاذ ياقوت صعوان، استمرار تكليفه وأيضا يعني تكريمه لدوره الكبير دائما أبدا داخل النادي مشرفا على لجنة الرحلات، وهو طبعا يعني بنحمله كل تقدير، وهو والد صديق من أقرب أصدقائي طبعا أحمد ياقوت، ويستحق طبعا الأستاذ ياقوت صعوان بمكانته الكبيرة داخل النادي كل التقدير، فضلا عن الأمور المتعلقة بعدد من الخدمات ستقدم أعلن عنها الكابتن محمود الخطيب وأعضاء القائمة خلال الحملة الانتخابية أو السباق الانتخابي، تقديم الخدمات الطبية للأعضاء، وجود كشف دوري، المشاركة في الحملة القومية لمحاربة فيروس سي والقيام بهذا النشاط والكشف عن فيروس سي وعلاجه على مستوى طبعا كل فروع النادي الأهلي وكخدمة طبية تقدم للأعضاء، فضلا عن التعاقد مع شركة للتأمين الصحي على الأعضاء وعلى العاملين أيضا وكل الكوادر الموجودة والعاملة داخل النادي.
ايه رايك في القرارات يعني العناوين اللي خرجت من هذه القرارات؟ بص يا محمد، طبعا اهم حاجه انت قلتها بصراحه موضوع فيروس سي ده، انا بشوفه ده هو ده يعني اهم حاجه اللي سمعتها النهارده بصراحه، وده حاجه هتبقى خدميه للناس في سن كبير جدا اعتقد بيجهلوا هذا النوع من المرض. وحتى انا والدي الله يرحمه كان توفى بسبب هذا المرض بسبب الجهل بصراحه، بسبب الجهل وعدم المعرفه الشخصيه ازاي والتشخيص السليم. لا، والمعرفه الشخصيه لازم يعني الوقايه خير من العلاج. اول حاجه الانسان لازم يحمي نفسه، فاحنا بنتكلم على المرض ده متفشي عندنا جامد جدا، وناس كتير ما بتاخدش بالها في حاجات بسيطه، ان هو حتى بيجي حاجات بسيطه جدا. فعلاقه النادي الاهلي ان هو يعمل الخدمه دي لاعضائه، اعتقد دي يعني حاجه كبيره جدا، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيجازي اللي خد القرار ده واللي فكر فيه خير، وحاجه كويسه جدا للنادي الاهلي. واعتقد اتمنى جميع انديه مصر برضو تعمل نفس الحركه اللي عملها النادي الاهلي النهارده بخصوص فيروس سي. في كمان يعني ده جزء اللي بيحصل ده والاعلان عنه جزء من الالتزام بوعود كثيره قدمت خلال الحمله الانتخابيه، حضرتك تابعت ده معانا استاذ سامي، وكان من ضمنها تاكيد الكابتن محمود الخطيب على انه ضمن برنامج عائله الاهلي وضمن البرنامج الانتخابي له ولقائمته اللي نجحت بكامل قوامها تقديم الخدمات الصحيه والطبيه للاعضاء بالشكل الكافي والبحث عن افضل مظله للتامين الصحي وللخدمات الصحيه والطبيه داخل النادي. يوم بعد يوم واسبوع بعد اسبوع مجلس اداره الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب وكل يعني اكد على انه كان صادق الوعد فيما عرضه على اعضاء الجمعيه العموميه في مقراته الثلاثه من خلال برنامجه عائله الاهلي. يعني شيء يعني لازم هنرصده، احنا انا شخصيا بصفتي ناقد رياضي برصده ده في كلام حقيقي بيتحقق على ارض الواقع ولا مجرد كلام انتخابي. لا، احنا بنشوف النهارده وسريع جدا لدرجه ان انا كتبت مره انا مش عايز مجلس اداره الاهلي يكون سريع بهذه الدرجه، يعني يتأنى شويه يعني. ف اللي بيحصل ده شيء فعلا يعني جيد ومميز، وزي ما قال كريم يعني خصوصا فيروس سي دي، يعني انا بربط مع الناس ربط مباشر، يعني اعضاء الاهلي دول هم جزء من الشعب المصري في رعايه في كل القطاعات. اذا اعضاء الاهلي لما يكونوا في صحه جيده والعاملين كذلك شيء بيبقى جميل جدا، ودليل على ان اداره الاهلي الجديده واعيه لما يحدث في البلد كلها. فيعني كل ده شيء اللجنه الطبيه الدائمه اللي هي برئاسه الدكتور محمد شوقي دي، يعني طبعا الدكتور محمد شوقي له كل التحيه، هو صاحب خبرات كثيره في مجلس من الكوادر الأهلي. طبعا اللي لها كل التقدير داخل طبعا اللجنه دي انا متوقع منها انها يعني هتحقق طفره صحيه كبيره جدا في النادي، مش بس فيروس سي، يعني في رعايه الاطفال، في رعايه العاملين، في رعايه السيدات كبار السن، يعني هيكون لهم رعايه حقيقيه، يعني اتوقع هذا يعني الخدمات اللي ليها بعد انساني بالظبط. يعني دي نقطه مهمه جدا، يعني ان انا يعني اتعامل انسانيا مع اعضاء النادي الاهلي، مش النادي الاهلي مش مجرد شمسيه وكرسي زي ما كان بيتقال وداخل بكارنيه وخارج بكارنيه وخلاص وانتهينا على كده. لا، في انا لازم احس ان ده بيتي، وشعار عائله الاهلي ده لازم يتحقق يعني يكون واقع يعني. فدي نقطه مهمه جدا، انا شايف ان يعني اللي جاي اكتر واحسن، وده احنا بنحيي مجلس اداره وبنقول له يعني بنرفع له الطاقيه والبرنيطه وكل حاجه، ونقول له برافو عليكم يعني بس ننتظر المزيد ان شاء الله، وشايف ان ده شيء عظيم. يعني انا مش ناسي طبعا احنا هنرجع بعد قليل من خلال اخر ما نشير اليه في هذه القرارات الامور المتعلقه بلجنه الكره واداره التعاقدات والانجازات، وهنرجع لبدايه حوارنا. بس القرارات طبعا كان لابد لا يعني ان نعلق عليها سريعا بعد ما استمعنا الى اعلان القرارات الصادره عن مجلس الاداره. وايضا حابب اسالك كمان عن رايك في مردود التزام مجلس الإدارة في أي مؤسسة، مش بس في النادي الأهلي، أي مؤسسة لها ثقل ولها احترامها وكيانها وتاريخها ومبادئها زي النادي الأهلي سواء كانت رياضية أو غير رياضية، عندما يتم الالتزام على أكمل وجه بالبرامج والوعود اللي بتقدم لأصحاب القرار في الانتخابات أعضاء الجمعية العمومية، وأن يأتي هذا الالتزام ويتم تطبيقه بقى على خطوات تبعا. بص يا محمد، بقى خلينا نتكلم بشكل واقعي. يعني احنا كان عندنا مشكلة ان في انتخابات النادي الأهلي احنا كنا قدام مثالين، مثال استثماري بحت ومثال حب وانتماء، تمام؟ النادي الاهلي كانت المشكله فيه ان هو كان جه في فتره من فترات في خلال 4 سنين اللي فاتوا كان بدا يتجه الى الاستثمار زياده عن اللزوم، يعني انا بحط جنيه ويرجع لي 10، احط ال 10 يرجعوا لي 100، احط ال 100 يرجع لي 1000، ده الهدف بتاعي، وده اسلوب ثبت فشله. ليه؟ لان النادي الاهلي اصلا كيان من زمان بدا بسبب الحب،
النادي الاهلي مش مؤسسه مبنيه حساباته لم تكن ابدا ربحيه لا خالص خالص لا ومرفوض مرفوض ما ينفعش ليه انت هنا بتفقده الحاجه الاساسيه اللي هو اتخلق ليها طب بس خلينا نوضح دي للمشاهدين عشان ما يختلطش عليهم الامر او يقولوا كلامنا متناقض هنا مش بترفض تحقيق ارباح بتقول انها مش هي الهدف الوحيد انا جاي اهو دي المهم نوضحها عشان الناس ما يختلطش عليها بالظبط كده اهو زي كره القدم في الثمانينات والسبعينات لاعب كره القدم يكون محترف كان عنده وظيفه وكان بيستقطع من وقته خلال اسبوع عشان تمرينين تمرين يوم الاحد وتمرين يوم الاربع ويلعب ماتش يوم الجمعه بتطور اللعبه بدا النهارده المدير الفني يحتاج اللاعب ده يبقى معايا يوميا ليه عشان محترف عشان النهارده يقدر يحقق الانتصارات والبطولات اللي هو عايزها واللي ادخل فيه كده كابتن محمود الجوهري في التسعينات طيب ازاي نبدا نوازن ما بين الاثنين صعب نادي زي النادي الاهلي والزمالك تحولهم لمؤسسات مش هيخصصوا ده مرفوض تمام مش هيحصل الانديه دي ملك للجمهور الصراحه وانا فاكر كلمه كمان خلال الانتخابات تاكيدا على كلامك يعني او بتؤكده قالها كابتن خطيب قال النادي ده اغنى نادي في مصر والنادي ده العلامه دي غاليه قوي جميل النادي ده لا حد يقدر يبيعه ولا حد يقدر يشتريه يعني ده اللي بتقوله بالظبط وهجي لك انا هديك مثل بسيط قوي يعني الاسلوب اللي احنا ماشيين فيه لما يجي يحصل لك مشكله وانت فكرك استثماري بحت هيبقى حقي وحقك زي ما حصل مشكله لقناه النادي الاهلي مع احد الشركات واحد الشركات حكم لها بحكم معين وليها حقيه في مبلغ معين المبلغ ده طالما الفكر بيني وبينك حقي وحقك هاخده حقي حسابات انت غلطت وانا حقي اخده طيب لنفترض ان النهارده في خطا حصل وجي النهارده الشركه دي ماسكها او في وسيط ما بيننا بيحب النادي الاهلي الوسيط ده ممكن يتدخل واذا كانت الغرامه وصلت لاي رقم ان كان من 1 لغايه 10 ممكن بكره الصبح الرقم ده يتشال بسبب ايه بسبب الحب انا النهارده يا جماعه نحل المشكله يعني الحل موجود طالما ان احنا النهارده العلاقه ما بيننا المعنويات فيها اكتر من الماديات طالما ان انت مشيت في الماديات فبقى الماديات ما تكلمنيش على المعنويات انت خسرتها خلاص هنتكلم ان هنا بتقول الاستثمار مهم بس أكيد. النادي الاهلي كيان جزء منه الاستثمار ولكنه اكبر من الاستثمار ده حصل واعتقد حتى جمهور النادي الاهلي في احد البطولات الخاصه بالالعاب الجماعيه غير كره القدم رد كان رد واضح جدا في اعتقد في امور ماديه اتعملت معاه وكان الرد واضح جوه الصاله انا عايز اقول ان وهاجي مثلا هنا عقب على الجزء بتاع قرار الشيخ تركي الشيخ اللي هو يساهم في صفقه صلاح محسن ده حب هدي النهارده انا بحب النادي الاهلي زي اي رجل اعمال والنادي الاهلي على طول يعني طوال تاريخه رجال اعمال كويتيين واماراتيين وسعوديين جميع محبيه في العالم كله بيدوا له فلوس ده هنا كده التسلسل الارقام والارباح جايه مبنيه على قاعده اساسيه اللي هي القيمه والمبادئ والاسماء المعبره فعلا عن الكيان نفسه وبالتالي ما بنسمعش عن مشاكل احنا ما بنسمعش عن مشاكل ما بنسمعش عن حد بيطالب بفلوسه احنا كنا بنسمع في وقت من الاوقات في شركات بتطالب بفلوس اللي ده حقي انت النهارده عملت معايا اتفاق واخليه بالاتفاق ان انت حتى لما جيت تحولت لشكل استثماري تحولت خطا غلط اشتغلت غلط فكل حاجه يعني زي مهتم جدا ايضا او متفق مع استاذ سامي في اهميه القرارات الصادره او التي ستصدر عن مجلس الاداره المتعلقه بالبعد الاجتماعي والانساني أكيد للخدمات طبعا. داخل النادي اكيد طبعا اكيد طبعا زي ما قلت لك النادي الاهلي احلى حاجه فيه ان الناس بتخدمه من لا شيء يعني انت بتشوف حتى النادي الاهلي لما بيقع في مشكله بتلاقي حتى اللي بعد واللي كبر وبعد شويه عن الكوره وبعد شويه عن الرياضه اول ما يسمع ان الاهلي عنده مشكله هوب يروح قايم فاهم قصدي؟ فانا عايز اقول لازم الاهلي دايما يحافظ على الحته دي وطبعا ما فيش احلى من ان احنا نشوف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي فبالتالي الفتره دي هتشوف فيها المشاهد دي كتيره يعني ان شاء الله تتكرر وكلها تكون لصالح النادي الاهلي هذه المشاهد الخارجه عن المالوف الغير اعتياديه الغير تقليديه اللي بنشوفها مع هذا الكيان في الوقت الحالي ومع وجود رموز ارتبطت دائما ابدا منذ ظهورها بتاريخ النادي وقيمته ومبادئه واصبحت جزء منها يعني بالفعل اتسمت او اتلونت بلون النادي الاهلي ومبادئه وتاريخه واصبح حسابات خاصه بيها يعني انها خلاص ارتبطت بالكيان ده بشكل بيخلي الناس تقدم اكثر ما لديها واحيانا زي ما بيقول ضيوفنا الكرام دون ان تحصل على المقابل طالما ما يقدم للنادي الاهلي ورموزه وقيمته الكبيره. هنتكلم شوية عن أمر تاني هنرجع له بعد قليل بس يجب أن نشير إليه وكان الحقيقة المفروض نشير إليه من بداية هذا اللقاء. جزء من الأمور اللي حريص جدا النادي الأهلي على الاحتفاء بها وإحيائها ضمن برنامج عائلة الأهلي أمور تتعلق بتأمين الجماهير وتنظيم وقتهم
ومساحة الترفيه المتاحة لهم خلال متابعة المباريات والحسابات الخاصة بأمنهم وسلامتهم خروجا ودخولا من الاستادات، وده هيكون معمول في الدراسات الخاصة بمشروع القرن أو استاد ومدينة الأهلي الرياضية، وده مرتبط بأن النادي الأهلي أصبح يبذل جهود جبارة لتفادي أو تلافي أي أحداث مؤسفة حدثت سابقا. احنا بكرة يعني بيحيي النادي الأهلي ومجلس إدارته بقيادة كابتن محمود الخطيب الذكرى السادسة للأحداث المؤسفة اللي وقعت في استاد بورسعيد. نحن نفصل بين المدينة الباسلة وشعبها وأهلها، جزء من الشعب المصري ومن هذا الكيان، ولا نفرق بين مواطن وآخر في أي مدينة بأي ثقافة بأي لون، كلنا مصريين، كلنا جزء من نسيج هذا الوطن، وكلنا جزء من كيان واحد كبير اسمه مصر. نحن نتحدث عن حادث مؤسف، نتمنى من الله سبحانه وتعالى ألا يتكرر، يعني أمور أوجعتنا جميعا وألمتنا جميعا ما حدث وسقوط شهداء خلال أحداث مباراة الأهلي والمصري على استاد بورسعيد. إن شاء الله الواقعة دي ما تتكررش، ونحتسبهم عند الله شهداء ولأسرهم الصبر والسلوان، وحيكون في مساحة للحديث عن درء المخاطر وإبعاد الأذى والعنف والشغب والتطرف عن ملاعبنا. ده ضمن برنامج عائلات الأهلي لاهتمام بالجماهير، وبنأكد على حضراتكم بكرة إن شاء الله هيكون في إحياء وحريص مجلس الإدارة الحالي بقيادة الكابتن الخطيب على إحياء الذكرى السادسة لشهداء النادي الأهلي. هنديها مساحة كبيرة من الحوار، لكن بالتسلسل اللي احنا ماشيين بيه هنصل لآخر قرار سنشير إليه من القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، الثناء على جهد لجنة الكرة ودور الكابتن عبد العزيز عبد الشافي وله كل التقدير والاحترام، ولجنة التعاقدات أيضا، والمجهود اللي تم من خلاله تحقيق ما أعلن عنه تحت مسمى تحقيق التوازن المالي والفني. وده بيرجعنا للأسماء اللي بدأنا بيها وللأرقام اللي خرجت أيضا لإعادتها وتأهيلها للشكل الأمثل فنيا، والإيرادات اللي هتعود على النادي منها إن شاء الله من خلال خروج عماد متعب ومؤمن زكريا وأحمد الشيخ وصالح جمعة حسين السيد عمرو بركات أحمد عادل. رأي حضرتك إيه في التوازن ده يا أستاذ سامي؟ هو محتاجة تحليل شوية. نشوف الصفقات اللي الأهلي اتفق عليها، في يعني نقدر نقول في ثلاثة من نجوم يعني لهم قيمة كبيرة جدا، واثنين من الشباب أو الناشئين. ده لجنة الكرة بتفكر إزاي؟ أنا بحاول بقرا لجنة الكرة بتفكر إزاي، يعني مش بتكلم باسمها ولا حاجة، إن هي بتعمل دعم وقتي ودعم آجل حتى يعني في مراكز محدده، يعني محتاجه تنشيط بشكل مستمر. يعني كلنا مدركين ان في مشكله في خط الدفاع في النادي الاهلي في العناصر نتيجه اصابات يعني غريبه كده كتير قوي، ولكن طبعا اللي انا شايفه في الصفقات الجديده، يعني كابتن علي لطفي حارس مميز جدا لكن عنده حب للنادي الاهلي، كان ممكن يقول لا انا يعني هو ما يضمنش ان هو يلعب، لكن طبعا نفس كلمه الحب دي موجوده عند هذا اللاعب، فكان عمره 28 سنه، فكان يعني فضل ان هو يروح النادي الاهلي لينال هذا الشرف. ممكن يلعب وممكن ما يلعبش، لكن هو طبعا هيجتهد جدا مع وجود كابتن شريف اكرامي والشناوي عشان يعني يجد فرصه بينهم. صلاح محسن مهاجم عليه عبء كبير جدا بعد الرقم اللي دفع فيه والصراع اللي حصل عليه يعني حوله، عشان فبالتالي مطالب برضه ان هو يثبت وجوده في وسط نخبه عظيمه جدا من النجوم. محمد شريف انا شايفه ان فرصته اصعب من الجميع، يعني انه طبعا بيلعب جناح والاهلي مليان اجنحه مميزين. يبقى بقى محمد فخري ومحمود الجزار قدامهم موسم او موسمين عشان يثبتوا وجودهم، ممكن ياخد فرصه او اقل. بس هنا في عمليه حسابيه بسيطه جدا، ان الاهلي كسب من هذا السيزون سيزون الانتقالات 3 مليون اجمالي الصفقات اللي خرجت من النادي، 3 مليون 650 الف بالظبط، يعني حوالي 70 مليون ما يقرب من 70 مليون جنيه. يعني يعني مش هنقول بقى ان سعاد الشيخ دفع للاهلي يعني قيمه صفقه صلاح، لكن هنحسبها من ضمن المصروفات. لا، الاهلي كسبان، ودي اداره واعيه وفاهمه هي عايزه ايه. انا مش باخد كل الموجود مطروح في السوق، يعني صالح وصالح، لا انا باخد الاحتياجات الشديده جدا، وفي نفس الوقت بسوق اللي ممكن ادي له فرصه. يعني باستثناء مؤمن زكريا طبعا، هو يعني الجميع كان على الدكه باستثناء مؤمن زكريا، كل اللي خرجوا السبعه كلهم كانوا على الدكه، فبالتالي يعني النهارده كنا نسوقها بهذه الاسعار هايل جدا، ونقطة تحسب لمجلس الإدارة ولجنة الكرة.
ده غير المستوى الفني. يعني كابتن عبد العزيز عبد الشافي بيقول ان انا كمان بجهز عناصر بعيده عن المشاركه وترجع لي، ممكن ترجع في حاله فنيه وبدنيه. هو عارف اللي خارج ده عارف انه 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 ما استغلش الفرصه انه يثبت نفسه ويلعب، سواء يعني خرج بره او راح لنادي محلي هيبقى عنده فرصه مشاركه، عارف ان الفرصه دي ما استغلهاش كويس، هو اللي جاني على نفسه يعني. فالنادي الاهلي ده هو جائزه الكبرى، فيعني انت هتروح فين بعد كده يعني؟ يعني انت يعني في النادي الاهلي ومنتخب مصر واداك فرصه الاحتراف الخارجي، فيعني هذه الفرصه اللي ما استغلتهاش استغلال امثل، وقدرت توصل للقيمه يعني مستوى فني عالي جدا وبدني يرشحك على الاقل لمنتخب مصر، انت الخسران. فالنهارده مش بس مساله فلوس، انت خدت شويه دولارات او حاجه، لا لا، دي عقليه يعني بعيده جدا عن عقليات لعيبه النادي الاهلي. هو عارف، باستثناء طبعا كابتن عماد متعب، هو ده برضه في مشوار تكريمي زي كابتن حسام غالي، طبعا بنتمنى له كل التوفيق مع النادي، ومنتظرينه برضه انه يرجع لنا قريب. وهسالكم عنه في ختام فقرتنا دي بعد ما نشوف التقرير ده ونكمل كلامنا، هنسال عنه اسئله مشابهه جدا لاسئلتنا عن حسام غالي. لان الحاله مكانتهم عند الجماهير، المرحله العمريه، الخبرات، الامكانات الفنيه اللي الكل متفق عليها، ده هيفرض نفسه علينا لما نتكلم عن عماد متعب نجمنا الكبير وتجربته حاليا، وهو معار الى فريق التعاون السعودي، وان شاء الله يوفق في التجربه ويرجع بفرصه ايضا افضل، او يرجع بجاهزيه فنيه وبدنيه افضل. انا بس عايز اضيف نقطه صغيره، ان مؤمن والشيخ وجمعه قدامهم فرصة، منتخب مصر مستنيهم، وده الحافز الأكبر يعني ليهم، يعني منتخب مصر مستنيهم. إذا كانوا مش لاقيين الفرصة كفاية في, في, في الأهلي، عندهم الفرصة دي. الجهاز الفني هيتابع، الجهاز الفني المنتخب هيتابع الناس دي بتعمل إيه بره، هل هم يستحقون المنتخب؟ هل يستحقون المونديال ولا لا؟ لا، ومؤمن الحقيقه ما كانش بعيد عن حسابات هيكتور كوبر، ولا الشيخ، ولا يعني الشيخ اكتر من مره يعني، ولا الشيخ وصالح جمعه كان قريب جدا يعني، اذا كانت وصالح جمعه كان قريب جدا. يعني الفرصه دي عندك فرصه اثبات وجودك. الدوري السعودي ما يقلش ابدا عن الدوري المصري باي حال من الاحوال، وعندهم برضو نجوم كبار ونجوم من كافه الجنسيات، فطبعا انت النهارده لازم تثبت وجودك عشان الجائزه الكبرى مستنياك في روسيا. فاذا طلعت منك الفرصه دي يعني لا تلومن الا نفسك. فطبعا يعني المساله كلها الميركاتو الشتوي ده كان كله مكاسب للنادي الاهلي، في الصفقات اللي خرجت والصفقات اللي جت، يعني مكسب مالي، مكسب فني. النادي الاهلي بيحط شعار اديني اديك، وانا وانت ابني مش هستناك، مش هنساك ابدا يعني. وموقفه مع حسام غالي وموقفه مع المنتظر مع عماد متعب، هنشوف مع حضراتكم التقرير ده ومع ضيفينا في استوديو استاد الاهلي. نذهب لمتابعه هذا التقرير عن اللاعبين او الاسماء الجديده المنضمه الى النادي الاهلي. الحمد لله، يعني فضلت اتعب واعمل اللي عليا واوصل اللي انا فيه. النادي الاهلي فريق كبير جدا، والنادي الاهلي يطلبني، وانا الحمد لله انا عملت اللي عليا. النادي الاهلي يعني ما اقدرش اوصف رغبتي النادي الاهلي من ساعه ما وقعت على الدنيا. النادي الاهلي هو رغبتي في حياتي يعني، وبشكر النادي الاهلي يعني اللي هو واثق فيا والجهاز الفني، واللي انا اقدر اعمل حاجه ان شاء الله لجمهور النادي الاهلي باذن الله. يعني جماهير النادي الاهلي جمهور كبير، ان شاء الله عند حسن ظنهم باذن الله الفتره الجايه ان شاء الله، واقدر اعمل لهم اي حاجه ان شاء الله عشان باذن الله يعني نحقق بطولات والمزيد من البطولات باذن الله الفتره الجايه ان شاء الله. كان جاي لي عروض طبعا من بره، والنادي الاهلي فريق كبير، زي ما قلت لك في الاول النادي الاهلي ساعه ما وقعت على الدنيا رغبت ان شاء الله العب في النادي الاهلي، ومن النادي الاهلي ان شاء الله اقدر اعمل حاجه ان شاء الله بره، اسافر بره. النادي الاهلي فريق كبير وبيقول حاجات طبعا كبيره، وانبي طبعا فريق كبير، وبتمنى لهم التوفيق الفتره ان شاء الله الجايه، واللعبه بتاعت انبي لعبه كبار طبعا، واشكرهم واشكر مجلس اداره نادي انبي، الناس طبعا محترمه جدا، وان شاء الله انا باذن الله اعمل حاجه للنادي الاهلي ان شاء الله الفتره الجايه. طموحاتي ان شاء الله الدوري باذن الله خلاص يعني ان شاء الله، وافريقيا باذن الله تبقى لينا باذن الله الفتره الجايه.
المنافسه تبقى قويه ان شاء الله، بس انا اقدر اللي نعمله ان شاء الله، احط نفسي في التشكيله باذن الله واعمل اللي عليا ان شاء الله، وربنا معايا باذن الله الفتره الجايه. رسالتي اللي انا اقول لهم ان شاء الله المزيد من البطولات، انا اقدر اعمل لكم حاجه ان شاء الله، واستاذكم انتوا دايما على طول مبسوطين، النادي الاهلي على طول بسطكم، مش صلاح محسن بس لما يجي ولا يبسط الاهلي، طبعا فريق كبير ان شاء الله باذن الله المزيد من البطولات، وان شاء الله اقدم المسؤوليه باذن الله. الحمد لله الواحد مبسوط يعني اللي هو جه النادي الاهلي، النادي الاهلي نادي كبير واحسن نادي في مصر وافريقيا، طبعا احساس يعني لا يوصف يعني، وان شاء الله بقى على قد المسؤوليه باذن الله. الموضوع خلص الحمد لله في اقل من 24 ساعه يعني، خلصت هاتفيا بين مستر ماجد وتقريبا كابتن خطيب على حد معلوماتي وكده، فالحمد لله يعني اللي خلصت على خير يعني الحمد لله. مش قادر اقول لك يعني، انت اكيد فرحان جدا، بيكلمني بيقول لي تعالى النادي الاهلي، فانا اندهشت الصراحه عشان الموضوع كان خلاص يعني، انا كنت بنسبه كبيره جاي رايح الزمالك خلاص وكده، فلما قال لي النادي الاهلي فطبعا فرحت واتفاجئت بالموضوع، وقالوا لي هم هيخلصوك عن الزمالك وكده، فطبعا جيت خلصت كل حاجه مع النادي يعني. شكلك اهلاوي انت منتظر؟ اه طبعا. طب قول لي بعض الدلائل كده لجمهور النادي الاهلي انك كنت اهلاوي، مثلا كان عندك تيشيرت النادي الاهلي منتظر في البيت طبعا فيه. اول تيشيرت جبته للنادي الاهلي كان امتى؟ كان 2008 كده. من النجوم اللي مثلا خلوك تبقى اهلاوي او تشجع النادي الاهلي؟ انت لسه ما شاء الله لعيب صغير 21 سنه صح؟ 21. الجيل بتاع ابو تريكه، كابتن ابو تريكه طبعا وكابتن بركات، ده احسن جيل طبعا يعتبر يعني، انا على اللي انا شفتهم كان ده طبعا جيل جامد، فطبعا الواحد كان بيتمتع لما كان بيتفرج عليهم، وبطولات وانجازات، فدول اللي حببوني للكوره طبعا اكيد يعني. مثلك الاعلى بقى، انت لاعب وسط مهاجم صح؟ مثلك الاعلى في الحته دي سواء محليا او عالميا؟ انا مثل اعلى كابتن محمد صلاح طبعا يعني، حاجه شرف لينا كلنا، وده اكتر واحد بحبه يعني. انا هتمرن وهعمل اللي عليا، وربنا ان شاء الله يكرم وكده، وانا مش جاي اقعد، انا الحمد لله ما بحبش اقعد، وان شاء الله الملعب اللي هيبين ان شاء الله الاحسن والاحسن يلعب، اهم حاجه مصلحه النادي يعني ان شاء الله. طبعا ده لي خطوه كبيره في حياتي الحمد لله خدتها، والواحد مبسوط اللي هو خد الخطوه دي، وان شاء الله ربنا يكرمني واقدر العب ان شاء الله الفتره اللي جايه واشارك وارجع واروح منتخب مصر ان شاء الله باذن الله. نقله ثانيه خالص طبعا، النادي الاهلي احسن نادي في الوطن العربي في افريقيا كلها، وشرف لاي حد بيمثل النادي الاهلي. طبعا الاهلي نادي كبير واي حد يتمنى يلعب فيه. انا النادي الاهلي كان متابعني من اسبوعين كده بالظبط، الكلام كان مع السمسار بتاعي كابتن وائل سعيد وعن طريق كابتن حمد ابو راضي، وظبطوا الدنيا، وكان عندنا ماتش مع اتحاد الشرطه بعدها، جيت وخلصت الدنيا كلها. طبعا منافسه جامده جدا، وشرف لي ان العب جنب اي حد من النجوم اللي حضرتك قلت عليهم. ان شاء الله انا هشتغل واجتهد عشان اوصل ان انا احط رجلي في الملعب وموجود. كلمني كابتن علاء مهوب، قال لي شد حيلك انت لعيب كويس وربنا يكرمك، عايزك تحط رجلك بسرعه وكده. وكابتن سيد عبد الحفيظ برضه اتكلم معايا كويس جدا، وكابتن حسام استقبلني استقبال رائع النهارده، هو والجهاز الفني كله، وقال لي شد حيلك وان شاء الله الدنيا هنسهل لك كل حاجه عشان تبقى موجود معانا. طموحاتي طبعا ان انا ابقى موجود في الملعب والناس تشوفني، وبقول للجماهير انا هبذل قصارى جهد يعني عشان ابقى موجود واثبت لكم ان انا لعيب كويس. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، ما زلنا معكم من خلال استاد الاهلي، ونجدد الترحيب بضيفينا الناقد الرياضي ومدير تحرير صحيفه المساء الاستاذ سامي عبد الفتاح، والاستاذ كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كوره. اهلا بحضراتكم ومنورنا في استاد الاهلي. هرجع لك ثاني كريم، كنا بنتكلم مع استاذ سامي منذ قليل عن هذه الصفقات اجمالا ماليا وفنيا، كيف ترى بورصة الانتقالات في فترة انتقالات يناير؟ نعم. وما حققه مجلس الإدارة الحالي طبعا بمساعدة الكيانات الموجودة والقائمة بهذا الدور، لجنة التعاقدات ولجنة الكرة إلى آخر هذه الهيئات المكلة إليها مهمة. نعم. إدارة شؤون كرة القدم. أنا طبعا أساس عندي فني، لأن النادي الأهلي طبيعة فريق كرة، النادي الأهلي هو فريق يبحث عن البطولات ولا يبحث عن تحقيق المكاسب المالية. النادي الأهلي مش فالنسيا، النادي الأهلي بيصنف في تصنيف ريال مدريد برشلونة مانشستر، يعني الانديه هي بتبحث عن البطوله ولا بتبحث عن المكسب المادي، مثلا زي نادي فالنسيا مثلا، ان انا بطلع لعيبه وي ان اولوياته فيها رقم واحد البطوله، فبالتالي لازم ابص على الجزء الفني. لما ابص على اللعيبه، النادي الاهلي اشتراها واشترى حارس مرمى هو محتاجه، اشترى مهاجم صريح هو محتاجه جدا، احنا بنتكلم على
أزارو وأجايي هم الاثنين اللي شايلين عبء المركز المهاجم الصريح. وطبعا أمانة طريقة كابتن حسام البدري والروتيشن اللي بيعمله في الخمس مراكز الأمامية في الهجوم ما بين الشوط الأول والشوط الثاني مخليه الفريق مش حاسس بالعجز ده. ولكن لما تبدأ تلعب في أفريقيا هتبدأ تحتاج مهاجم صريح معاك يساند معاهم. فده طبعا ده صفقة مهمة جدا. محمد شريف جناح لتعويض مؤمن زكريا أكتر منه تعويض احمد الشيخ. لما هبص على اسامي الناس الاهلي محمد شريف لتعويض غياب مؤمن زكريا مش احمد الشيخ ان احمد الشيخ فعلا كان خد كذا فرصه مع النادي الاهلي. واضح ان احمد ما بيقدرش يتحمل الضغط. يعني احمد الشيخ مثلا وجوده في مصر المقاصه كان بيلعب براحته تماما. ليه؟ لان مفيش ضغوطات عليه. نادي مصر المقاصه مش مطلوب منه شيء. فبالتالي اللاعب بيلعب براحته تماما. لما اللاعب بتحطه في نادي على طول في ضغط الجمهور مستني البطولة أو مستني المكسب, هنا ممكن في بعض اللاعبين ما بيقدروش يستحملوا الغياب. فبالتالي أنا بشوف إن مؤمن زكريا بقى على العكس هو الصفقة اللي النادي الأهلي يعني سمح بيها إرضاء للاعب أكتر منها جزء فني. النادي الأهلي في الوقت الحالي طبعا مؤمن زكريا من أحد أهم اللعيبة في النادي الأهلي, ولكن النادي الأهلي كان واضح إن هو يعني كان في اتفاق جنتلمان قديم للاعب والنادي الأهلي وافق وسمح, ولكن بمبدأ الإعارة فقط عشان يلحق يرجع لأربع ماتشات اللي هيبقوا باقيين من دور ويستفيد بجهود مؤمن مره ثانيه. نعم لان احنا عارفين كاس العالم ان شاء الله يعني النادي الاهلي لما يكمل مشواره في دوري الابطال دور ال 16 هيبقى عدى جولتين من دور ال 16 والاربع جولات الباقيين هيتلعبوا بعد نهايه المونديال. فيبقى مؤمن رجع وبالتالي هي النادي الاهلي هيبقى استفاد فنيا. فانا بشوف ان النادي الاهلي صفقاته كانت ممتازه ما عدا بس حاجه واحده, كان هو محتاج يجيب مساك عشان مشكله الدفاع اللي هو فيها حاليا واللي هبان في افريقيا. عايزين نبقى الحته دي مهمه جدا. طبعا ايمن اشرف ومحمد هاني مقدمين يعني مستوى رائع حقيقه كمان بشكل مفاجئ. نعم ما شاء الله في ادوار مش ادوارهم الاساسيه, ولكن برضه عايزين نبقى واضحين المنافسه في الدوري المصري الى حد ما مش قويه قوي السنه دي. احنا شايفين يعني الاهلي فارق بتسع نقط ولسه وانتهت منذ قليل مباراه الزمالك وامبي بالتعادل السلبي بين الفريقين. وده لسه هيقودنا للحديث عن المنافسه في ضوء الاخبار المتعلقه بتصريحات الجهاز الفني بقياده كابتن حسام البدري وتقييمه للاعبين والتهنئه اللي بيوجهها للاعبين وشكرهم على جهدهم الكبير وادائهم وصولا الى الدقيقه 90 اللي حسمت اللقاء والفوز المهم على الاسماعيلي بهدف نظيف لوليد سليمان بالامس وزياده المساحه مع وجود مباراه مؤجله او الفارق مع اقرب المنافسين الاسماعيلي الى 9 نقاط. في كمان موقف الزمالك وهو بعيد نسبيا بالحسابات والارقام والترتيب والنقاط عن المنافسه مقارنه بالاهلي والاسماعيلي, وهنتكلم عن شكل وخريطه المنافسه بشكل عام هذا الموسم. نعم. فبالتالي انا بشوف ان هو ده المركز اللي كان النادي الاهلي محتاج ان هو يجيب فيه مدافع. مع طبعا مع كامل الاعتراف ان حاليا مصر كلها ما فيهاش مساك اقدر اصنفه ان هو مساك فيها ايه. هم المساكين اللي في مصر كلهم بي, يعني مش فئه لعيبه ممتازه او لعيب تقدر النهارده هو يروح المنتخب بكره, لا. بس اعتقد النادي الاهلي كان محتاج يعني يجيب مساك, ولكن حتى لو ما حصلتش هي مش 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 ازمه, هي مشكله ولكن مش ازمه. متفق مع لجنه الكره في ان الاختيارات جت في المراكز اللي الفريق اكثر احتياجا لها فعلا. بالظبط. بس اقول لك المساك يعني وضعا في الاعتبار سعد هيرجع امتى ورامي هيرجع امتى, يعني دي نقطه مهمه جدا. وطبعا كابتن حسام البدري ايد كمان محمد نجيب في القناه الافريقيه ان هو واضح ان هو شايف ان هو مش هيقدر يجيب مساك. فبالتالي انا بشوف هي دي بس المشكله عن الاهلي, ولكن هي تاني مش ازمه. فاعتقد ان الاهلي ماشي بشكل كنت تتمنى التعاقد مع مساك في فتره الانتقالات. طب اكيد اكيد ده كان هيخلي هنا هو قلب الدفاع الوحيد هنا محمود الجزار. يعني طبعا ده لسه يعني ده راجل بوتنشال لسه قدامه سنتين زي ما سامي قال ان هو عشان يبدا يثبت نفسه للفريق الاول. ولكن بشكل عام ندي درجه للنادي الاهلي في الشتاء كلها في شهر يناير 9 من 10. لكن الحقيقه كمان في مفاجات, يعني وارد محمود الجزار وبنتمنى له يوافق في تجربته في لاعبين في مرحله 17 و19 وعنده 19 سنه ممكن يفاجئنا انه يقدر يدخل في الحسابات سريعا تحدي اللاعب مع نفسه وقت ما بينتقل للاهلي. يعني هعرج على طبعا فارق النقط, يعني فارق النقط هيدي حسام البدري فرصه جدا كبيره للتجربه انه يعني هو مش جايبه عشان بس يدربه تحت يعني في المستوى الاقل او مع البدلاء. هو طبعا هيحاول يستكشفه وطبعا اختياره انا طبعا انا شخصيا ما اعرفوش جزار, انما منتظرين نشوفه. يعني طبعا في عيون ركبت هذا اللعيب واقتنعت تمام بيه وبالتالي يعني تعاقدوا معاه على امل يحل المشكله اللي بنقول عليها اللي هي مش ازمه فعلا, هي مشكله انما مشكله يعني هتتعاظم
مع البطولة الأفريقية. لازم كابتن حسام البدري لما يطمئن للرصيد اللي يخليه يحتفظ بالبطولة الموسم الثالث على التوالي، يعني هيدي جزار فرصة واثنين، وربما زي ما جرب وتجرأ مع هاني في هو راجل ظهير ولعبه سيرت باك، دي يعني مش يعني على فكره الفرق كبير قوي في الاثنين، مع ذلك هاني استجاب لحد كبير. فالجزار ياخد الفرصه وربما نكتشف مدافع جديد وواعد وعندنا اخبار بتترجم وجود الفرص دي، يعني 13 لاعب خارج بعثه الاهلي للسعوديه. يعني بالفعل اعلن كابتن حسام البدري المدير الفني قائمه الفريق اللي هتتوجه صباح الغد الى السعوديه للمشاركه في مهرجان اعتزال نجم الكره العربيه والسعوديه السابق فؤاد انور، وبتضم 21 لاعب. هنقول الاول الاسماء اللي خرجت من القائمه عشان نشوف قد ايه في فرص زي ما بيقول استاذ سامي للمشاركه احيانا امام لاعب مش بيشارك بصفه اساسيه او وافد جديد على اي نادي، خاصه لما بنتكلم عن نادي بحجم وقيمه النادي الاهلي وحجم الارتباطات والضغوط الملقاه عليه وعلى لاعبيه وجهازه الفني. خرج من هذه القائمه فضل اعتقد الفرصه، حصولهم على فرصه للراحه لتتالي الارتباطات والمباريات واجهادهم واحتياجهم الى فرصه للتاهيل والاستشفاء مع الضغوط طبعا ان هم بيعتمد عليهم بشكل كبير، او بعضهم اللي لسه عائد من اصابه وبيتم تاهيله. خارج قائمه بعثه الاهلي الى السعوديه هذه الاسماء: محمد الشناوي، عمرو السولية، عبد الله السعيد، جونيور اجاي، علي معلول، وليد سليمان، سعد سمير، رامي ربيع، حسام عاشور، مروان محسن، احمد فتحي، حسام غالي، صلاح محسن. دي الاسماء اللي مش هتسافر، وهيسافر او يشارك 21 لاعب مع بعثة الفريق بالفعل تسافر غدا ان شاء الله او صباح الغد. شريف اكرامي، علي لطفي، رمضان مصطفى، وليد سليمان، صبري رحيل، هشام محمد، ايمن اشرف، محمد نجيب، وليد ازارو، كريم وليد، محمد عبد المنعم، محمد شريف، محمد هاني، باسم علي، احمد حمودي، اسلام محارب، ميدو جابر، باكا، أكرم توفيق، وأحمد ياسر، ريان، ومحمد فخري. تعليق حضرتك؟ ولو إن بس عندنا اسم موجود في القائمتين فأكيد الاسم ده يعني حصل خطأ بشأن وليد سليمان. أعتقد وليد سليمان في الأسماء اللي مش هتسافر، وتم يعني وضعه بشكل غير مقصود في قائمة من سيذهب مع الفريق إلى السعودية. وليد موجود في 13 لاعب الموجودين في القاهرة. تعليق حضرتك إيه؟ طبعا دي بديهي جدا لأن الرحلة قصيرة جدا وسريعة، والاهلي عنده ماتش اعتقد يوم الاحد الجاي، فطبعا يعني ما فيش مغامره على نقطه واحده بعد كده، يعني الاستحاله. يعني اذا كان كابتن حسام البدري النهارده فارق بتسع نقاط ويتطلع ان يكون 12 نقطه مع المباراه المؤجله مع المقاولون، فيعني اللعيبه الاساسيين صعب جدا ان انا اروح يسافروا ويرجعوا يصد رد كده في 48 ساعه مع مباراه في النص. هي صحيح مباراه تكريميه وسهله، لكن ده برضو اسم النادي الاهلي، فيعني في رؤيه كبيره جدا من الكابتن حسام البدري وفرص تجهيز وفرص وحضور ومشاركه. والجانب الايجابي بقى الاخر ان اللعيبه دي تشتغل، وان البدائل كلها تبقى جاهزه للفريق، وتبين نفسها وتقدم نفسها للجمهور من جديد. ومهم جدا يعني ان الاهلي ينشط في اكثر من عفوا المقاطعه يا استاذ سامي، ان زملائي في الكنترول قالوا لي انه زميلنا معانا منتظر بقاله فتره للمشاركه معانا ويقول لنا اخر الاخبار ورؤيه مجلس الاداره لهذا الخبر اللي تلقيناه مع حضرتك ومع مشاهدينا منذ قليل. زميلي على الهاتف الإعلامي شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي، مساء الخير وألف مبروك أولا على تولي المهمة. شكرك يا محمد، تحياتي ليك صديقي العزيز وزميلي، تحية لضيوفك الكرام أستاذ سامي الأستاذ كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كورة. استاذ كريم سعيد، اهلا بك محمد، يعني توحشت. ربنا يخليك يا شريف وبتمنى لك التوفيق، وتابعناك في اداء مهمتك ان شاء الله تكون اضافه في المكان ده، وتكون كمان يعني المكان طبعا بالتاكيد يعني يتم من خلاله صقل واضافه لمشوارك وخبراتك الكبيره في المجال الاعلامي، وتكون كمان يا شريف بما اعرفه عنك على المستوى المهني والشخصي والانساني اضافه للنجاحات الكبيره والكوادر المتميزه اللي دايما بيكون النادي الاهلي حريص على اختيارها لكافه المهام ان شاء الله. شكرا جزيلا عزيز، وانت عارف الارتباط فقط باسم النادي الاهلي هذا شرف يعني اكيد لينا كلنا.
ما نقدرش يتاخر الحقيقه عنها. انا هسالك على حاجات كتير، هنحاول نستفيد بوجودك معانا، ولسه الاجتماع يعني مستمر، لكن اجتماع الجزء منه المتعلق باليوم انتهى منذ قليل، وتابعنا البيان اللي اعلنته منذ قليل، تابعناه على الهواء مباشره. ما يتعلق بقرارات مجلس اداره او رؤيه وتلقي الكابتن محمود الخطيب واعضاء القائمه لنبأ تولي سعاده المستشار تركي آل الشيخ لهذه الصفقه او لقيمه صفقه انتقال اللاعب او المهاجم صلاح محسن للنادي الاهلي، المجلس شايفها ازاي ورد الفعل وتقييمك لده ايه؟ الحقيقه انه المجلس بيكبر ويقدر ويثمن جدا هذه المبادره، لانه الحقيقه انه دعم معالي الاستاذ تركي آل الشيخ هذه القامه الكبيره رئيس شرف النادي الاهلي ورئيس الهيئه العامه للرياضه في المملكه العربيه السعوديه في الحقيقه ليس يعني تصدر الحقيقه على تمويل هذه الصفقه الكبيره محمد، ولكنه الحقيقه داعم بكل قوه وبكل حب لكثير من امور النادي الاهلي. الامر لا يقتصر فقط على الدعم المادي، ولكن هناك دعم ادبي كبير. لكن لو خدت الدعم المادي كجانب بسيط ستتكلم في اقل من شهرين. الحقيقه انه معالي المستشار تركي آل الشيخ قدم مبلغ كبير مالي لدعم انشاءات النادي، يعني احضر فريق اتلتيكو مدريد ودفع للنادي الاهلي مقابل اداء هذه المباراه، ساعد عرض عدد كبير من اللاعبين، يصل 6 لاعبين بمبالغ محترمه للدوري السعودي، 6 شهور وسنه وسنه ونص. هؤلاء اللاعبين يعني تتاح لهم الحقيقه المشاركه في دوري قوي والدوري السعودي اكيد الحفاظ على مستواهم الفني، بالاضافه الى عائد مادي محترم للاعبين والنادي. اعلن كمان عن حرصه مع مجموعه من المشاركين من داخل وخارج مصر ومن السعوديه ومن الامارات عن هذا الدعم الكبير لمجلس الاداره الحالي، وخاصه للكابتن الخطيب ولاسم وقيمه وتاريخ النادي الاهلي من خلال مبادره استاد القرن ومشروع مدينه الاهلي الرياضيه. هو الحقيقه بينسق وبيساعد وبيقف بقوه خلف هذا الامر الحقيقه، وانه مجموعه المستثمرين قريبا سيكونوا في القاهره للعمل التنفيذي في هذا الحلم الكبير اللي طالما حلمنا فيه محمد. الحقيقه النهارده هو كان عند العهد فيه تواصل مع مجلس اداره النادي الاهلي وابنائه انه سيتحمل كافه تكاليف صفقه صلاح محسن هذا النجم الواعد الحقيقه اللي انتقل للنادي الاهلي من فريق انبي، وده بيؤكد على مكانه النادي الاهلي في قلب معارك الاستاذ تركي آل الشيخ. والحقيقه ايضا وتم ترجمه ده من خلال قرار سابق لمجلس الاداره بهذا يعني لهذا الاسم وكل التقدير له المستشار تركي آل الشيخ واختياره رئيسا شرفيا للنادي الاهلي. صحيح صحيح. فيعني اسمح لي مره ثانيه، الكابتن محمود الخطيب بلغني اني اتوجه على التام بجزيل الشكر وغايه الامتنان والتقدير لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، وان شاء الله الدعم المستمر والعلاقه المتميزه اللي بتربط الحقيقه معالي المستشار بالكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي مستمره، والرجل وعد انه لن يتوانى ولن يتاخر عن دعم النادي الاهلي في اي وقت. إن شاء الله. أنا بشكرك جدا للمشاركة معنا ولنقل هذه الرسالة أيضا عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة، وهذا الشكر الموجه للمستشار تركي آل الشيخ. بشكرك جدا يا شريف للمشاركة معنا، وإن شاء الله تتوالى المشاركات وتكون دايما بتطلعنا وتطلع مشاهدي القناة وجماهير وأعضاء النادي الأهلي أول بأول على كافة المستجدات، كل ما يتعلق طبعا بدورك رسميا كناقل لكل ما يجري من قرارات يتم خروجها إلى الرأي العام عن طريق مجلس إدارة النادي وعلى لسانك يا شريف في الفترة دي، وإن شاء الله كمان كل الرسائل اللي بتخرج زي ما قدمت لنا أو نقلت لنا هذا الشكر عن الكابتن محمود الخطيب ويوجه إلى المستشار تركي آل الشيخ زميلي وصديقي العزيز الإعلامي شريف فؤاد المتحدث باسم مجلس إدارة النادي الأهلي، بشكرك شكرا جزيلا. تعليق حضراتكم، تعليقك أستاذ كريم على اللي سمعناه دلوقتي أو هذه المشاركة ورسالة مجلس إدارة أو تقديره لدور المستشار تركي آل الشيخ، وأن الكابتن الخطيب حريص على أن يوجه الشكر له عبر شاشة قناة الأهلي. شيء طبيعي طبعا، يعني الرجل وضح كمان موضوع اللي كان بعض يعني حاولوا يثيروا أزمة حواليه مقابل المادي، وخصوصا كمان عايزين نقول الحقيقة بصراحة الأسعار دلوقتي أسعار طبقا للسوق مش طبقا لسعر اللاعب. يعني النهارده كوتينيو مش ثمنه 140 مليون يورو اكيد، يعني فاهم قصدي؟ بوجبا نفسه مش ثمنه 120، لكن اسعار بيحددها السوق والوكلاء والانديه ويعني المزايدات وما الى اخره. فعايزين نفصل ما بين الحتتين، اذا كان النهارده النادي الاهلي كان بيحاول ان هو يعني
يزنقه في حته المبلغ المادي الكبير، وصلاح محسن هو كمان سنه صغير ولسه مش لاعب دولي، خلاص في محب للنادي شال الامر، هو تحمل مسؤوليه تحمل المبلغ، وموضوع مش ازمه يعني. انا بس بشوف طبعا الوقت الحالي في بعض الحاجات الصغيره البعض يعني بيحاول ان هو يحولها لازمه وموضوع، لا انا مش شايف في اي ازمه حاليا. وطبعا لازم الناس تشوف ان احنا بنحاسب فرق الكوره او بنحاسب الانديه على المستويات الفنيه ليهم داخل الملعب وليس خارج الملعب. منافسه الصفقات شيء وقتي بيجي في شهر، حتى في الصيف حتى لو بيجي شهرين. التصريحات الاعلاميه لحظيه، مش دي منافسه. المنافسه جوه الملعب، جوه الملعب احنا بعد ما عملنا كل ده وصلنا لايه؟ ايه الناتج؟ هو ده اللي احاسب عليه. انما الصفقه وهذه الامور يبدا اوكي لو في مثلا وجهه نظر، طبعا وجهات النظر كلها بتاعت الجماهير او بتاعت جميع القطاعات محترمه ولها التقدير والاحترام كامله، ولكن مش كل حاجه نقف عندها، مش كل حاجه نقف عندها. احنا نقف في الكوره مثلا بنحلل الماتش، بنحلل النتيجه، انت النهارده لما عملت ده كله وصلت لايه؟ نبدا نحاسب بس. نتائج الشغل ده كله بالظبط بتقيم من خلال مردود ده. بعتذر لك استاذ سامي، كنا يعني لسه بنسمع رايك في فرص اللاعبين اللي ما عندهمش فرصه للمشاركه بصفه اساسيه في كل الارتباطات او المباريات الرسميه مع نادي ارتباطاته بحجم النادي الاهلي. قبل ما نتلقى هذه المداخله مع زميلي الاعلامي شريف فؤاد، عايز اعرف رايك او تعليقك على كمان الشكر وتقدير مجلس الاداره لهذه الجهود من كل محبي النادي واللي بيترجموها الخطوات بشكل او اخر، وفي مقدمتهم طبعا المستشار تركي آل الشيخ. أنا طبعا بداية عايز أحيي الأستاذ شريف على تحمل هذه المسؤولية، مسؤولية مش سهلة. النادي الأهلي يعني كيان كبير جدا، كل كلمة بتطلع يعني من على ترابيزة مجلس الإدارة ليها قيمة، وقد توفق أو لا توفق في النقل، في عملية النقل، فيعني مسألة مش سهلة جدا مع إعلامي متميز زي الأستاذ شريف فؤاد، فبحييه يعني على شجاعته إنه قبل هذه المهمة. طبعا يعني النهارده مسؤوليات المجلس اداره كبيره جدا، والتبويب مفروض يبقى موجود. يعني النهارده كل واحد لازم يكون اختصاصه، انا داخل المجلس ده خارج المجلس، الاعلام لازم يبقى يعني موجه، مش موجه ولكن بيتلقى معلومه مريحه واضحه مفصله تريحه، وهو بينقلها بالتالي للقارئ او المشاهد او المتفرج. فيعني هنا المساله يعني صعبه جدا ان يبقى يعني في مجلس اداره يعني واخد المسؤوليه على عاتقه لوحده بدون مسؤول. فيعني النهارده عشان كده قلتوا في بدايه الحوار اتفقتوا على انه الافضل هذا الشكل، وانكم بتتمنوا ان كل الانديه تبقى تجربتها او تحذو حذو النادي الاهلي بالظبط الاتجاه ده. نعود بقى للاعبين وفرص اللاعبين في المشاركه واستثمارها بالشكل ده بالظبط. اللعيبه النهارده اللي مش هيلاقي الفرصه في الدوري يعني بيلاقيها في مثل هذه المناسبات. انا اتوقع ان كل اللعيبه اللي خرجت النهارده رايحه بكره للسعوديه هتلاقي فرص متتابعه خلال الجولات القادمه المتبقيه من مسابقه الدوري، لان الاهلي في وضعيه الحمد لله يعني مريحه للجهاز الفني. ده رأيي الشخصي، وممكن طبعا كابتن حسام البدري كله رأي آخر ان ده لسه بدري على البطولة. لا انا بشوف برضو ان هو يعني قطع شوط طويل جدا في البطولة، تحقيق البطولة يعني والموسم الثالث على التوالي. فالفترة اللي جاية دي كلها يعني كل اللعيبة اللي راح السعودية دي هتلاقي فرص جيدة، وفي نفس الوقت اللعيبة الموجودة الأساسيين يعني متشبثين بالفرصة جدا. ليه؟ كلهم عايزين ينالوا الرضا من خواجة كوبر ويكون لهم حساباتهم في المنتخب مصر. يعني في سباق هايل بس كده في سباق رضا الجهاز الفني قياده الكابتن حسام البدري طبعا، لان سباق المشاركه في نادي زي الاهلي صعب جدا جدا، مع اتفاقنا دايما ان بيبقى في وفره في النجوم وفره في العناصر المتميزه. صحيح. لكن دايما الموضوع في الاهلي حاجه مختلفه. نشوف مين اللي مسافر يا استاذ محمد. يعني محمد هاني، وانا هختار اسماء معينه، ووليد ازارو وباسم علي وحمودي وميدو جابر وباكا ولاعيب بيعجبني انا شخصيا اكرم توفيق اللي مش واخد فرصته كفايه يعني، واحمد ياسر ريان. كل دول ما هم موجودين في الفريق الاول فعلا بشكل
يعني بنسبه من 50 ل 60%. منهم بنسبه يعني بنسبه وليد ازارو. انا مش عارف وليد ازارو مسافر، هل مسافر فعلا يعني كشرط من اتفاق السفر؟ يمكن والله ربما قادر اشوفه، مش عارف تتفق ولا تختلف مع الكلام ده. اللي شفته في الاسماء ما بين القائمه اللي هتسافر والقائمه اللي باقيه هو ان كابتن حسام فضل يدي فرصه، مش موضوع اساسي ولاعب بديل، موضوع اللي مجهد يريح، اللي مش جاهز او عليه لود جامد او عنده اوفرلود انه يديله فرصه للاستشفاء. وليد سليمان برضه نفس الشيء، يعني النهارده فرقه تانية مسافره وفرقه موجوده بتستشفى وبتستريح وبتاخد نفسها شويه، يعني ده شيء مطمئن لجماهير الاهلي ان يكون في هذا الشكل اللي يعني ده، وده يعني لابد ان يعني نشيد بجهاز الفني كابتن حسام البدري وكل اللي معاه على انهم قادرين يوصلوا. وكان بصراحه كان عليهم لود شديد جدا من الموسم اللي فات، البطوله العربيه اللي دخلت في النص كده وصعبت المساله قوي، وكانت بطوله افريقيه في نفس التوقيت تقريبا، فيعني ومع ذلك استهل الموسم بشكل هايل. دي يعني شهاده للجهاز الفني كابتن حسام البدري، واتوقع ان احنا نشوف عناصر جديده جدا خلال يعني فاضل كام اسبوع، 13 اسبوع تقريبا من جايين في المسابقه الدوري، اتوقع نشوف اسماء قويه جدا يعني قبل نهايه الدوري ان شاء الله. هنرجع بعد الفاصل ونكمل كلامنا مع ضيفينا ومع حضراتكم عن شكل السباق في مقدمه الدوري الممتاز بعد المباراه المهمه اللي حسمها الاهلي لصالحه بهدف وليد سليمان في الدقيقه 90. مباراه كانت اكثر من صعبه، مباراه مهمه امام المنافس، امام الثاني في جدول الدوري هذا الموسم فريق الاسماعيلي، مع طبعا التاكيد على ان دايما زي ما قلنا في اليوم السابق على المباراه مع الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن فوزي سكوتي انها مباراه قمه، ودايما بتعتبر بطوله خاصه شانها شان مباريات القمه بين الاهلي والزمالك دون النظر لترتيب اي من المنافسين. الكابتن حسام البدري بعد هذا الفوز المهم وزياده واتساع الفارق في الصداره لصالح الاهلي مع وجود مباراه مؤجله، قبل هذه المؤجله الفارق اصبح 9 نقاط مع اقرب المنافسين، البدري يقول حققنا فوزا مهما على الاسماعيلي واهدرنا العديد من الفرص السهله، ويشكر بالتفصيل. طبعا هنعرض على حضراتكم هذه التفاصيل ونتحدث مع ضيفينا عنها ولكن بعد الفصل. يعني هو ده اللي دايما متعودنا معاه، ان بعد 90 دقيقه لازم بيبقى الامل موجود، يعني ما بنفقدش الامل ان شاء الله. شكل المنافسه ان الاسماعيلي بينافس مع النادي الاهلي، بس النادي الاهلي كل ماتش مش عايز يسيبه بالنقط وكده، والاهلي على طول بينافس دقيقه 90. ان شاء الله ربنا بيكرمه تعبه ومجهوده، بيحاول ان هو ربنا يخلصه بال3 نقاط، والاسماعيلي بينافس كبير ونجم المباراه امبارح محمد عواد. والنادي الاهلي يعني واخد طول عمره ان هو بيكسب في الدقيقه 90. الماتش كان حلو قوي من الفريقين، الاهلي عمل اداء كويس جدا، الاسماعيلي برضه عمل لعب حلو، الروح الفانيله الحمراء اللي كسبتنا في اخر دقيقه، ووليد سليمان تبديل كان موفق مع انه عمل كام باص وحش وكانوا هيجوا فينا هجمه مرتده، بس الحمد لله. ماتش صعب شويه وضيعنا فرص كتير، بس الحمد لله يعني دايما في الدقيقه 90 بنقدر نحقق الفوز، ودايما احنا يعني بنفضل نسمع الماتش حتى لو الوقت خلص لغايه اخر الوقت، اخر دقيقه في الوقت بدأ الضيع. الحمد لله يعني قدرنا نكسب ونتربع على الصداره يعني، وان شاء الله الدوري لينا باذن الله. الاهلي عمل ماتش امبارح حلو، وكان الكره معاكسه النادي الاهلي، بس النادي الاهلي عمل ماتش حلو، واتمنى التوفيق لوليد ازارو الايام الجايه. والله هو الاهلي كان بيلعب لعب حلو قوي، واداء رجولي الصراحه من اللعيبه، والاهلي الصراحه كان مستحوذ على الماتش كله، الاسماعيلي ما مسكش كوره اصلا. والله الماتش كان جميل، ولعيبه الاهلي اظهرت شخصيتها وقوتها في الملعب، والنادي الاهلي كبير وكل الناس شكرت في اداء النادي الاهلي امبارح وروح ال 90 دقيقه وشكرا، وكده كده الاهلي خد الدوري خلاص. والله الماتش كان جميل، والنادي الاهلي متعودين على ان هو على طول يكسب، وان شاء الله الدوري للنادي الاهلي، ودايما دايما دايما في تقدم ان شاء الله. وحسام بدري يستحق كل خير، وكابتن محمود الخطيب من اول ما مسك النادي الاهلي الصراحه واحنا في تطور جميل يعني الصراحه. الله اكبر على النادي الاهلي، ويا رب كل سنه ياخد الدوري. الاهلي يا حبيبي الكل، ده اكبر نادي يا حبيبي قوي، حبيبي قوي 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 اللي في قلبي صراحه. من ربي يخلي النادي الاهلي كله من اول الخطيبه
ادخل واحد في الـ في الـ في النادي الاهلي. يا رب يا رب ياخذ النادي الاهلي الدوري كل سنه. لسه معاكم من خلال استاد الاهلي تصريحات كثيره جدا بين السطور فيما يتعلق بتعليقات الكابتن حسام البدري او حديثه عن الفوز المهم على الاسماعيلي بهدف وليد سليمان في الدقيقه 90 بالامس. بيتكلم الكابتن حسام بيشكر لاعبيه ويقدر مجهودهم والتزامهم بالخطه الموضوعه وطريقه اللعب اللي تم تحديدها من الجهاز الفني. قال اللاعبين كانوا على قدر كبير جدا من الالتزام والمرونه في تغيير طريقه اللعب اكثر من مره وباكثر من اسلوب حسب تعليمات الجهاز الفني خلال احداث المباراه وعلى فترات طبعا خلال المباراه نفسها، مما ادى الى تحقيق الفوز بفضل الله سبحانه وتعالى. وقال انه اضعنا بالفعل فرص سهله كثيره جدا وكان يمكن ان نحرز هدف مبكر عن هدف المباراه اللي طبعا حسم اللقاء في الدقيقه 90. قال وليد سليمان لاعب مهم جدا ومؤثر ايضا، وكل مباراه لها حساباتها وظروفها، ولهذا الامر احيانا بتختلف رؤيه الجهاز الفني حسب المنافس وحسب الخطه الموضوعه لكل مباراه، مين يبدا ومين لا يشارك على الاطلاق ومين يشارك على فترات سواء في الجزء الاول من اللقاء او في دقائق من الشوط الثاني في بدايته او ربما في الدقائق الاخيره من المباراه. قال دي حسابات الجهاز الفني وبيكون لها ابعاد كثيره جدا تتعلق بقدرات المنافس وحاله اللاعبين وجاهزيتهم الفنيه والذهنيه والنفسيه والبدنيه ومدى تطابق امكانات كل لاعب مع خطه المباراه او في فتره محدده مطلوب فيها امكانات لاعب لتنفيذ امر محدد يريده الجهاز الفني في فتره من فترات المباراه. في النهايه بيشكر لاعبيه وبيقول ان الفوز ده مهم جدا على الاسماعيلي في هذا التوقيت من مسابقه الدوري الممتاز. تعليقك على المباراه والتوقيت والفوز المهم في هذا التوقيت او في هذه المرحله من الدوري. هو طبعا كابتن حسام بدري تصريحاته الاعلاميه يعني فوق الممتازه فوق الذكيه، بيعرف يقول ايه وما يقولش ايه. محسوبه للناس. جدا طبعا دايما. جدا كابتن حسام بدري يعني في الحته دي تطور كبير قوي يعني. كابتن حسام بدري اعتقد انه وصل للمعضله في الدوري المصري خصوصا في الشوط الثاني، اول ما يلاقي ماتش اتأزم على طول بيسحب واحد من خط الوسط ويلعب هاف ديفندر واحد ويهاجم بخمس لعيبه زي ما قلت محمد في البدايه. طريقه ممتازه جدا، واعتقد كابتن حسام بدري يعني حط ايده على الحل ماتش اهلي الاسماعيلي بين الاول والثاني. ولكن فعليا في المباراه لما نشوف هنلاقي ان النادي الاهلي ضيع حوالي 8 فرص مقابل فرصه واحده لشكر نجيب اللي هي جت في القائم. يعني كانت فرصه حتى ما اقدرش اقول ان هي كانت كره ثابته، كانت يعني هجمه منظمه، وكان اعتقد اللي بيتفرج على الماتش مستني هدف الاهلي في اي وقت. يعني الموضوع كان مساله وقت. النادي الاهلي مستواه الفني وصل يعني بقى في جاب في فجوه كبيره بينه وبين اقرب المنافسين فنيا في الدوري. الموضوع بقى صعب يعني المستوى الفني نفسه بقول لك في الملعب واضح انه في فرق كبير في الموضوع. ما هو مش قصدي النقاط. انا متفق معاك، قصدي الناس شايفه كده انه في طريقه الاداء في وسرعه الاداء هو فارق عن باقي المنافسين. وحتى النقطه دي كنت بتكلم فيها مع استاذ سامي في الفاصل. النادي الاهلي في منظومه، مين خرج مين دخل الفرق بتحسه بسيط. ممكن مثلا حسام عاشور طبعا قامه كبيره جدا جدا في مركز الهاف ديفندر في النادي الاهلي، لكن برضه عمرو السليم لما بيلعب فيه بيأدي، هشام محمد لما بيلعب فيه بيأدي. الشوط الثاني بقول لك النادي الاهلي بيلعب قدام جميع المنافسين بهاف ديفندر واحد وبيهاجم بخمس لعيبه، وفي الناحيه الدفاعيه تلاقي اللي بيرجع اجاييه ازارو بيرجع اسلام محارب واحد من افضل اللعيبه في النادي الاهلي من حته الورك ريت بتاعه، رايح جاي بيدافع وبيهاجم بنفس السرعه بنفس القوه. فانا بشوف الكابتن حسام بدري وصل مع النادي الاهلي ولعبته لمستوى رائع جدا. مش كابتن حسام بدري بس، الامانه لازم اقول الجهاز الفني كله، ده شغل الجهاز الفني كله حتى مدرب اللياقه. هل شايف انهم طوروا اداء بعض اللاعبين كان ينقصهم المجهود الوفير يعني امكاناتهم الفنيه متفق عليها؟ نعم. بس اكتسبوا مع شغل الجهاز بقياده كابتن حسام في الفتره دي طريقه اللعب بروح قتاليه والحركه واداء الدور الدفاعي ولا لا؟ انا بشوف اصعب حاجه في اي فريق بيبحث عن البطوله الاستمراريه. الاستمراريه هي اصعب حاجه. انت ممكن تلعب ماتش بيرفكت، ممكن تلعب ماتش
قمه 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 في الامتياز، لكن ماتش اللي وراه المستوى بتاعك ينزل. اهم حاجه الاستمراريه، والنهارده طبعا ضغط الجدول، انت عايز تخلص البطوله في شهر 5 قبل المونديال، فانت بتلعب مباراه كل 3 4 ايام. فالنادي الاهلي ماشي على، اعتقد ده كان الفوز السابع على التوالي من ساعه التعادل مع وادي دجله. طيب هنعرف تفاصيل اكتر من خلال رؤيه كادر من الكوادر المؤثره جدا في الفريق الاول لكره القدم، مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ، بما له من خبرات دلوقتي من خلال مشواره كمدير الكره مع النادي الاهلي، او من خلال كمان خبراته السابقه كواحد من نجوم الفريق، كان ظهوره بارز جدا للجماهير من وقت انطلاقته واول مشاركاته في فترات سابقه مع الفريق الاول. كابتن سيد اهلا بيك وسعداء بمشاركتك معانا، مساء الخير يا كابتن سيد. النور يا استاذ محمد، تحياتي ليك والاستاذ سامي وكابتن كريم، ازيكم؟ اهلا بيك كابتن سيد، ومبروك الفوز على الاسماعيلي، ومبروك الاداء والنتائج بشكل عام اللي ماشي عليها الفريق في الدوري. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. قول لنا يا كابتن سيد، كنا بنتكلم مع الاستاذ سامي ومع الاستاذ كريم عن الاداء في الفتره دي، تقييمك، تقييم كابتن حسام البدري، نسبه رضا الجهاز الفني عما يطبقه اللاعبين من التكليفات، التزامهم بكل التعليمات داخل وخارج الملعب خططيا وبدنيا وفنيا، كل شيء، ما مدى رضا الجهاز عن اداء اللاعبين وانعكاسه على نتائجهم طبعا؟ الحمد لله طبعا، الحمد لله لحد كبير يعني مسألة الرضا في حاجات ممتعه جدا وفي حاجات ماشيه بشكل كويس، خطوات ثابته، ويمكن ثقتنا في المجموعه ككل ومردود اللعيبه ككل وهي بتشارك، مهما كانت الغيابات اللي موجوده عندك او مهما كانت المؤثرات اللي مش موجوده او الظروف او الاحداث او حتى التوقيت الزمني اللي ما بين مباراه ومباراه مع صعوبتها، انا اعتقد التعامل فيها بشكل جيد جدا، سواء كان على المستوى الفني او حتى المستوى النفسي او البدني او حتى التعامل بشكل عام. يمكن يناير كان مهم جدا جدا بالنسبه لنا، كان في عدد من المباريات المهمه قوي، بدايته كانت مع الزمالك في مباراه السوبر، وبعدين رجعنا من مباراه السوبر على صلاح الجيش، وبعدين مصر المقدسه والرجاء والاسماعيلي، فمجموعه من المباريات متلاحقه والقويه جدا يعني، لكن تبقى شخصيه الاهلي وقدره الفصل ما بين مباراه والثانيه اعتقد بتستهل الافضليه دايما يعني الحمد لله. هل انتقالات عدد من الاسماء صفقات فتره الانتقالات في يناير مرضيه للجهاز الفني، وان شاء الله متوقعين وفقا لتقييمكم وحساباتكم الدقيقه الفنيه انها هتعمل فارق كمان افضل لصالح الفريق في الفتره الجايه؟ الحمد لله، يمكن الانتقالات بتبقى محسوبه بشكل كبير جدا على حسب احتياجات الفريق ومتطلبات الجهاز الفني، وبنحاول ان احنا نبقى ماشيين بشكل متوازن جدا جدا، فعارف شخصيات اللعيبه او شخصيات الفرق الكبيره ما بتتطلبش ابدا ان انت تجيب عدد من الصفقات كتير، لازم بتبقى صفقه انت محتاجها او اثنين او ثلاثه على حسب المراكز اللي انت بتتابعها، لكن على حسب الاحتياجات اللي انت عايزها يعني، لكن لحد كبير الحمد لله الامور ماشيه. يبقى طبعا كيفيه التعامل مع الفتره اللي جايه هتبقى صعبه مش سهله، مهمه جدا، فيها احداث كثيره، يمكن الدوري رغم ان هو عدى منه بالنسبه لنا احنا 20 اسبوع، فاضل 14 اسبوع بالنسبه لنا احنا، لان عندنا مباراه مع المقاولين مؤجله، لكن هتبقى الاسابيع المتبقيه للدوري لازم تتعامل معاها بمنطق وعقل وقلب في نفس الوقت، حماس بشكل رهيب جدا وتركيز بشكل رهيب جدا، لكن لازم تستخدم فيها العقل. كابتن سيد، وصلتوا ازاي مع الفريق للحاله؟ لسه كنا بنتكلم دلوقتي مع ضيوفنا في الاستوديو وحاسين ان في حاله راي عام في الوسط الكروي والرياضي في مصر بتقول انه مش بس النتائج، انه بجد في فجوه وفارق في الاداء ومعدل سرعه اللاعبين وادائهم لواجباتهم الدفاعيه على مدار المباراه حتى انتهاء الوقت الاضافي كمان المحتسب بدلا من الضائع مقارنه بباقي الفرق في الدوري، هل وصلتوا لده بمراحل عمل وبشغل خططي واحمال على فتره طويله جدا اكتر من موسم، وصلتوا من خلالها للحاله اللي احنا شايفينها دي واللي فارقه بفارق كبير جدا عن باقي المنافسين؟ انا الصوت مش واصلني يا كابتن سيد. هل سمعنا؟ مش عارف، الصوت بعد شويه. ربما نعاود الاتصال بالكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، يمكن فقدنا الاتصال. كابتن سيد، اعتقد انك مش سامعنا. طيب هنرجع مره تانية، هيكون معانا خلال لحظات ونكمل كلامنا مع الاستاذ سامي عبد الفتاح والكابتن كريم سعيد. كنا لسه بنتكلم عن فارق النقاط، والكابتن كريم كان بيقول انه في فارق لصالح الاهلي او في فجوه لصالح الاهلي مقارنه بباقي الاداء او بباقي المنافسين فيما يتعلق بالسرعه وروح القتاليه واداء الادوار مكتمله والاداء الجماعي التيم ورك داخل الملعب.
اعتقد هيكون معانا خلال لحظات كابتن سيد عبد الحفيظ مره ثانيه مدير الكره. نكمل نعم. كلامك كابتن كريم. فزي ما قلت لك يا محمد، هي الفكره ان الاهلي في فجوه في المستوى، مش وده طبعا منعكس في فرق النقاط، عشان فيه النادي الاهلي ممكن يوصل 12 نقطه، ولكن انا بشوف الاختبار الجدي بقى للنادي الاهلي هيبان فيه لما يلعب في افريقيا، وهيبان فرق المستوى. احنا النهارده النادي الاهلي بقى له فتره ما فازش بالبطوله الافريقيه وما راحش المونديال، وهو طبعا الامل انت عارف جمهور النادي الاهلي اتعود خلال ثلاث سنين اذا كان وصل للنهائي مرتين او ثلاث مرات كسب منهم بطوله مرتين، زي ما كان مثلا مستر مانويل جوزي عمل في 2005 2010. فاعتقد هو الاختبار الحقيقي النادي الاهلي هيبان في افريقيا، واتمنى ان المستوى اللي بيلعب بيه النادي الاهلي في المستوى المحلي حتى لو قل في افريقيا يقل بنسبه قليله تخليه عنده المساحه ان هو يبقى منافسين قليلين يواجههم في دور 16 او في دور الثمانيه ان شاء الله. احنا بس في صعوبه في الوصول للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره مره ثانيه، انه يعني هاتفه المحمول في حاجه، او هو في مكان السيجنال فيه ضعيفه او لسبب او اخر، لكن فريق الاعداد بيحاول، ولو تواصل اليه دلوقتي او قدر يتواصل معاه هيكون معانا على الهواء مباشره. استاذ سامي عبد الفتاح، رايك ايه في النقطه اللي اتكلمنا عنها دلوقتي؟ وكان كريم بيقول انه شايف انه في جاب، في فجوه لصالح الاهلي مقارنه باي منافس حاليا في الدوري المصري. يعني مع احترام كل الفرق الاخرى، انا شايف الفجوه دي موجوده من 12 سنه تقريبا. يعني ونراجع حجم البطولات الموسم بتاع فريرا مع نادي الزمالك، الفجوه كانت لصالح نادي الزمالك. كان 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 اداء الزمالك في الوقت ده مرضي جدا. يعني الفجوه موجوده في يعني يكون في نظام داخل الكيان الرياضي الكروي الموجود داخل النادي اللي كان عامله مانويل جوزيه ويقدر يستكمله في الوقت الحالي كابتن حسام البدري. طبعا حصل عده اكثر من مدرب اخر دخلوا في الفتره دي. طبعا الكابتن محمد يوسف قدر برضو يكون قريب جدا من هذه المنظومه ونجح انه يحقق بطوله افريقيا. فالفجوه موجوده يعني بامكانيات الاهلي بقدرات لاعبيه موجوده. يعني ما في يعني فريرا قدر قدر يضيق الفرق الوقت ده كان الزمالك فنيا وبدنيا هو خرج جدا. بان الفرق مره اخرى. فيعني الفجوه موجوده. يعني انا بقول ان دايما الاهلي قيمته في افريقيا، يعني قيمته الحقيقيه تبان في افريقيا وفي السباق الافريقي، لان ده مكان فعلا قلت كده كريم كان بيقول من شويه واحنا بنتكلم انه الاهلي هيحتاج البديل الكفء القادر على انه يملى الفراغ لو احتاجوه في اي وقت. وان هنحتاج عناصر اكتر من مجرد المجموعه الاساسيه اللي بتشارك في الدوري، ان مستوى المنافسه والشغل البدني وحجم الاصابات والالتحامات في البطوله الافريقيه بيبقى اكبر. بالزبط. ويمكن مستوى المنافسين كمان في مباريات ده اكيد ومتنوع المنافسين متنوع المنافسين كمان. فيعني يعني الهدف من البطوله الافريقيه لقب مونديال، يعني شكل احترافي اكتر بكتير جدا من الدوري المحلي. فيعني جائزه اللعيب النهارده في النادي الاهلي هي انه يلعب كاس العالم الانديه. فالفجوه موجوده والاهلي يعني بياكد هذا التفوق طبيعي جدا، وده حقه بياكده موسم بعد موسم. انا مباراه الاسماعيلي يعني مع قبلها المقاصه، قبلها الزمالك والسوبر والمصري السوبر بتقول ان ده فريق بطولات ما فيهاش كلام. يعني ما انا عايز اختم مع حضراتكم الحوار في الجزء ده او الجزء ده من الحوار بسؤال عن الواقع الحالي بعد وصول الاهلي لفارق 9 نقاط مع اقرب منافس، بحسابات كمان قد تضع يعني تضع الفارق ده او تصل بالفارق ده الى 12 نقطه في حال الفوز بالمؤجله. شايفين خريطه المنافسه وفرص المنافسه ازاي؟ وهل بنسبه قد ايه الاراء متفقين او مختلفين مع الاراء اللي بتقول ان خلاص اصبح الاهلي يغرد منفردا في بطوله الدوري هذا الموسم، ولا لسه الحسابات صعب دلوقتي ان احنا نقول حاجه زي كده؟ راي حضراتكم ايه بمنتهى الموضوعيه؟ اتفضل. لا طبعا يعني على الورق البطوله لا تحسم الا لما يبقى فارق النقاط اقل من عدد المباريات اللي متبقيه في الموسم، ساعتها نقول خلاص اللقب حسم بشكل رسمي. ولكن في ظل ان نقاط المباريات المتبقيه ما تحققش فارق النقاط بالظبط كده. لكن طبعا المستوى الفني اللي احنا شايفينه في الفرق، وخليني بس اديك مثلا شهر يناير النادي الاهلي لاعب نادي الزمالك ولاعب نادي المصري لاعب نادي الاسماعيلي والمقاصه لا بقول الزمالك والاسماعيلي والمصري يا استاذ سيمين اكتر ثلاث انديه
حد ما بدنيا المفروض يبقوا بيجروا اكتر من الفرق الثانيه، حتى ايفن لو نادي الزمالك بعيد شويه، ولكن الزمالك يبقى نادي كبير جدا والجهاز الفني بتاعه عنده اليات وامكانيات تخليه في التدريب دايما بالظبط حافظ على مستوى معين حتى بدنيا. الكابتن حسام بدري لاعب الزمالك باسلوب، لاعب النادي المصري باسلوب، لاعب النادي الاسماعيلي باسلوب مختلف خالص، فالاسلوب بيتغير حسب المنافس وفي الاخر بيوصل لنتيجه مرضيه جدا جدا جدا. عشان كده انا بقول النادي الاهلي فارق بفجوه، وشهر يناير اكبر نادي عربي. انت من محبي الكابتن حسام البدري، شايفها في كلامك في تقييمك لطريقه شغل الفريق. على فكره هي مش عارف ان حد يبقى شايف او بيتكلم موضوعي ومعجب بطريقه الاداء ده، حتى بالتصريحات الاعلاميه شايفه بقى في احترافيه شديده في طريقه تعامله مع وسائل الاعلام. في ولايه ثانيه الكابتن حسام البدري كنت مختلف معاه في بعض الامور. لا دلوقتي انا بتكلم عن الفتره دي. الكابتن حسام البدري افضل مدير فني في مصر. طيب كلام صحيح لما قلت لك يعني من المعجبين بامكانيات واداء الكابتن حسام في المرحله دي وحتى اداؤه الاعلامي او ظهوره اعلاميا كمدير فني. استاذ سامي اتفضل. انا هضيف على كلامه، يعني هو كابتن حسام البدري اصلا يعني عنده قدر من الذكاء الاجتماعي والمهني كبير جدا. هو اشتغل مع مانويل جوزيه، نعم، ما فوتش الفرصه، يعني اشتغل مع مانويل جوزيه مدرب عام ومدير كوره، ما فوتش الفرصه، يعني خد منه كتير جدا مانويل جوزيه، اكثر ما فيه ذكائه، يعني اكثر ما فيه ذكائه، يعني مدربين كتير بس هو يعني قادر انه يتعامل يعني نفسيا واجتماعيا مع اللاعبين، وحسام البدري كذلك. يعني فنرجع لحته السؤال اللي حضرتك قلته، انا شايف من غير ورق الاهلي بطل الدوري، يعني صعبه جدا بحكم الفجوه اللي احنا بنتكلم عنها ان اي فرقه تلحق الاهلي. يعني كابتن حسام كان حريص على انه يوصل رساله قبل ماتش الاسماعيلي، هو يقول زي ما عايز الدوري لم يحسم، احنا لسه المنافسه موجوده، بلاش نغمه ان الدوري هيتحمل. كمدير فني هو حريص على نقل الرساله. لا انا بتحمل وجهه نظري الشخصيه. طبعا هو انا قصدي ان ناس كتير بتخاف من ان الاحساس ده يبقى موجود عندنا. هو ما يقدرش يقول غير كده، هو ما يقدرش يقول. لكن حضرتك شايف كده الكابتن سيد عبد الحفيظ ما يقدرش يقول غير كده، اي لعيب في الفرقه ما يقدرش يقول غير كده. نفس الكلام انا بقول كناقد، لا يعني المساله واضحه جدا في الملعب، يعني في فرق كبير جدا بين الاهلي والاخرين. يعني ماتش الاخراني مع الاسماعيلي كان ماتش عظيم جدا، فرقه الاسماعيلي فرقه هايله، كابتن محمد عواد انا بحييه من هذا المكان، يعني من حارس من حراس الممتازين. ماتش ايه كميه الفرص دي؟ انا يعني هي صحيح فرص ضايعه، بس انا المهم في انتاج في الثلث الهجومي عالي جدا. يعني ربما ليا تفسير انا شخصيا، يعني ان ربما الاجهاد بيخلي الفينش بتاع الهجمه اقل مما يجب. ربما يمكن في كابتن سيد او لو جه يقول لنا يفسر لنا النقطه دي، ايه كميه الفرص اللي بتضيع دي ليه؟ يعني مع مين؟ يعني مع ازار واجايه وعبد الله السعيد يعني ناقص الشناوي يروح يجيب جول يعني. بس ما اعتقدش ان عمر في جهاز فني هيقدر يقول ليه لما بيوصل بالخطه لمنطقه المرمى المنافس، مرمى الفريق المنافس، ليه اللعيب بيضيع؟ لان المفروض ان اللاعب بياخد جرعات في الاهلي تدريبيه على اعلى ما يكون والتقسيمه والتسديدات، فبياخدوا الجرعات التدريبيه اللي تخلي نسبه الخطا قليله. دايما المدربين يتكلموا على ان بيوصل ولا ما بيوصلش، بيوصل بكثافه، والاهلي بيوصل بكثافه وبشكل يعني كماشه معموله على فرقه كبيره زي الاسماعيلي. يعني ما تيجي الكره من هنا ومن هنا ومن هنا، يعني الناحيه اليمين شغاله، الناحيه الشمال شغاله، القلب شغال، يعني اداء عالي جدا وصحوه دفاعيه. المدافعين في يعني بسم الله ما شاء الله، يعني في حاله يعني على نفس مستوى المجموعه الهجوميه. فيعني النهارده دي فرقه مجهزه كويس. عموما احنا كلنا سعداء بالنتائج وبالكابتن حسام وشغل الجهاز وكابتن حسام البدري وكابتن سيد عبد الحفيظ. انا فوجئت في حلقه من الحلقات اللي فاتت كنا بنستعرض احصائيه كامله للكابتن حسام مديرا فنيا للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي من اول ولايه له. نعم. بعد فتره العمل كمدرب عام مع مستر مانويل جوزيه في فتره سابقه، الحقيقه الارقام كانت يعني تفرح. الارقام بقى بعيدا عن الاهواء والاختلافات الفنيه والحسابات والراي ده مع والراي ده ضد، وفي حد شايف ان الاداء ممكن افضل من كده، حد تاني شايف الاداء على افضل ما يكون. والله الارقام والحسابات بتتكلم، نسبه الفوز المحققه مع الفريق، عدد البطولات، الارقام، الاهداف، ما له ما عليه. فالحقيقه الواحد ما بيقدرش يعقب، يعني كلنا بنبقى سعداء والتجربه فيها فعلا شغل وفي جديه واضحه على التزام زي ما قلتوا. يعني حضرتك قلتوا انه الالتزام باين ومنعكس كم الشغل البدني والفني والخططي
والنفسي وكل حاجة بين على جدية والتزام اللاعبين والاستمرارية اللي موجودة في كل المباريات. اتمنى ان شاء الله الاهلي يستمر مع الجهاز بقيادة كابتن حسام البدري المدير الفني بنفس المسار ونفس المستوى ونفس التركيز وصولا لاخر مباريات في البطولة المحلية وايضا خلال الارتباطات القارية والدولية في الفترة المقبلة، ويبقى التركيز الى حين مباراة الحسم ان شاء الله للدوري مهما كان الفارق في الاهداف في النقاط في حتى مستوى الاداء اللي اشار له ضيفانا في هذا اللقاء. الدقائق القليلة المتبقية جدير بالذكر او الاشارة قبل ما نصل الى الجزء الاخير من الحوار في الدقائق القادمة الى مرة اخرى الرسالة اللي خرجت على لسان زميلي الاعلامي شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس ادارة النادي الاهلي، انه نقل عن لسان الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الادارة رسالة شكر باسم الكابتن الخطيب وكل اعضاء مجلس الادارة الحالي للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية ورئيس شرف النادي الاهلي على هذا الجهد الكبير وهذا الحب والعطاء للنادي الاهلي اللي بيترجم لخطوات واستثمارات ودعم. اخر هذه الخطوات ما اعلنه المستشار تركي آل الشيخ من تحمل القيمة المالية كاملة لصفقة انتقال صلاح محسن المهاجم الجديد المنتقل إلى صفوف النادي الأهلي، فضلا عن القرارات اللي تم عرضها وفيها الحرص على البعد الاجتماعي والإنساني والخدمات الطبية والصحية التي تقدم وفي حرص على أن تقدم بأفضل شكل والتعاقد مع أفضل الكوادر أو الكيانات اللي ممكن تقدمها الأعضاء النادي في الفترة المقبلة. أخيرا هنختتم بالجزء اللي أشرنا إليه في البداية، غدا تحل الذكرى السادسة للأحداث المؤسفة اللي وقعت على استاد بورسعيد في مباراة الأهلي والمصري واللي سقط من جراء هذه الأحداث 72 من الشهداء، بنحتسبهم عند الله شهداء إن شاء الله يحتسب عند الله سبحانه وتعالى شهداء ولأسرهم الصبر والسلوان، ونذكر الجميع بأننا بنشتغل كلنا في الوسط الرياضي ودورنا ورسالتنا كيف نقي المجتمع المصري وشبابنا وجمهورنا من تكرار هذه الأحداث المؤسفة. نشير هنا إلى عناصر مأجورة، إلى مجرمين محترفين، إلى بلطجية، إلى عناصر تم تأجيرها بمبالغ مالية ضمن مخطط لإفساد كل شيء في بلدنا في الفترة دي، وكان في أحداث أعتقد هيعقب عليها ضيفانا الآن بعد ما انتهي يعني لحظات قليلة إنه كان في أحداث مشابهة حاول البعض الوصول إليها في مباريات أو مناسبات رياضية أخرى، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى والأجهزة المعنية بمواجهة هذه الأمور أو درء هذه المخاطر أو اتخاذ الإجراءات الوقائية لم يتكرر هذا الحادث أو بفداحة هذا الحادث وحجم الضحايا اللي سقطوا في هذه المباراة. مرة تانية ربنا يرحمهم جميعا كل شهداء هذا الوطن، وإن شاء الله لا تتكرر هذه الأحداث المؤسفة، وزي ما بنكرر على حضراتكم إن الحسابات الخاصة بتأمين الجماهير وحمايتهم في كل المشروعات الرياضية القادمة، تأمينهم تنظيم خروجهم ودخولهم وحركتهم وخط سيرهم وأيضا توفير كل العناصر اللي تؤمن الجمهور قبل وبعد هذه المناسبات وخلال حضورها أمر وشغل شاغل لهذا الوطن والمسؤولين فيه وللقائمين على إدارة الأمور في مجلس الإدارة الحالي في النادي الأهلي. تعليق أخير بهذا الشأن أستاذ سامي والكابتن كريم سعيد، تفضل يا أستاذ سامي. طبعا ذكرى مؤلمة وتأكيد وده يعني إن إدارة النادي الأهلي يعني تحيا هذه الذكرى غدا، ده دليل على يعني نربط الكلام ده بما صدر النهارده عن مجلس اداره النادي الاهلي. الناحيه الانسانيه مهمه جدا عند هذه الاداره، يعني ما فيش مجلس يعني نسيهم، بس طبعا التاكيد على الحدث والمناسبه دي نقطه مهمه جدا. مهما تعددت السنوات مجلس اداره النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي لن تنسى هؤلاء الشهداء. طبعا حدث مزعج جدا وكلنا عشناه، يعني كارثه طبعا ما كانش يعني كارثه بكل المقاييس، يعني احنا بنخفف لما بنقول حادث بنخفف، انما هي كارثه طبعًا بمعنى الكلمه. ويعني 72 شهيد بنتحمل اثرها حتى الان، ملاعبنا خاويه، عندنا هاجس مستمر وقلق مستمر من تكرار اي حدث يعني عندنا هاجس سواء على اجهزه الدوله او الاعلام او مسؤول الانديه او ادارات الانديه. كنا قبل يعني قبل اسبوعين يعني على قاب قوسين ادنى من صدور قرار بعوده الجماهير، ولكن برضو المسؤولين في اتحاد الكوره والداخليه الحسابات يعني بتقول ازاي وقد ايه، يعني مساله مش سهله، مساله مش سهله. وان كنت يعني انا شخصيا اتمنى ان ناخد القرار الشجاع بعوده الجماهير، لكن طبعا نرجع لشهدائنا ونقول لهم نحتسبهم عند الله شهداء ان شاء الله. احيي اداره النادي الاهلي على هذه الخطوه، ان هي حاسه باسرهم وحاسه بمكانتهم عندها، ده شيء جميل. وان كان في الالم موجود حتى الان،
نتمنى من الله عز وجل ان ده ما يحصلش تاني، لان طبعا زي ما حضرتك اسلفت يعني ان كان في يعني ايادي ماجوره طبعا وراء هذا الحدث وهذه الكارثه الجريمه. هي جريمه حتى لو اشترك فيها واحد بس من الجماهير العاديه بيبقى بسبب حد كان موجود جنبه بيدفعه انه يعمل كده. يعني دايما في عناصر القضاء يعني خد قرار حكمه العادل طبعا الموضوع انتهى من ناحيه فيما يتعلق يعني باحكام القضاء وضحت الامر في الدوائر القانونيه يعني ده ملناش اي تعليق عليه. ده اخذ مجراه وخد قراره العادل، وده نقطه مهمه جدا عشان برضو يعني قلوب اسر هؤلاء الشهداء تهدأ وتستكين ونعمل جميعا بقى ان احنا ما يحصلش ده تاني. يعني في اجراءات قررتها النيابه وفي اشتراطات معينه للتامين والاستادات صحيح، ويعني عايزين ملاعبنا يعني تضاء مره اخرى ان شاء الله بالحضور الجماهيري الواعي. ويعني احنا بنقول ان لعيبه الكره جماهير الكره دي اغلبها من الشباب الصغير السن، ما نضحكش عليهم تاني ان شاء الله، وما نخليش فرصه ايا كان لواحد ماجور او مجرم يبقى في وسطنا. دي نقطة مهمة جدا طبعا دي مسؤوليتنا داخل المدرجات نفسها. أكيد يا أستاذ سامي متفقين مع حضرتك. وقبل ما نسمع كلمة أخيرة كمان كريم لسه هيعقب على هذا الأمر في الدقيقة المتبقية من اللقاء، بأكد أن مجلس الإدارة بقيادة كابتن محمود الخطيب واضع في حساباته أن يكون جمهور النادي الأهلي هو طبعا جزء ودافع كبير جدا لنجاح هذا الكيان واستمرار حصده للألقاب والبطولات، وأنه له حسابات كثيرة هذا الجمهور وحقوق موضوعة في خريطة عمل وأجندة عمل مجلس الإدارة الحالي وضمن برنامج عائلات الأهلي وكيفية أيضا إعطاء أفضل للامتيازات لهذه الجماهير العريضة اللي دائما أبدا بتقف خلف النادي الأهلي وتدعمه في كل ارتباطاته المحلية والدولية. كريم تفضل تعليق أخير مرتبط بهذا الملف. طبعا يعني مش هضيف على كلام أستاذ سامي كتير، احنا بنتكلم على فاجعة جات لنا وفتنة، خلينا استخدم حتى اللفظ فتنة، دي فتنة بين أبناء بلد واحد وبسبب ماتش كورة. أعتقدش المفروض نستمتع ونشجع أعتقدش في أي أم أو أي أب طبعا. كان يعني بيتمنى هو يبقى نهاية ابنه معاه في حاجة زي كده، وولاد يعني توفوا يعني في وقتلوا، يعني استخدم اللفظ ده، يعني قتلوا في سن صغير من بعض المجرمين. فأتمنى طبعا خلاص احنا خدنا يعني مشوار القضاء والقضاء حكم في هذا الأمر وانتهى، بس عشان الفتنة تنتهي تماما. احنا محتاجين كلنا في الوسط الرياضي نبني ولا نهدم في الفتره الجايه ونشتغل على ان الامور تبقى احسن، نبني صح عشان اما كاش تكون انت يعني بتنهي الامور او الازمات او الفتن بشكل كويس بتقلل حدوثها مره ثانيه. فعشان النهارده الفتنه دي توقف تماما ولا تتكرر، يجب ان الموضوع يتقفل ويتم فيه القصاص العادل وينتهي الامر. في نفس الوقت يجب الابتعاد عن التعميم، اللي يرتكب ذنب ليس بشرط انك تحط الذنب ده على الناس كلها. اذا كان النهارده موضوع في نادي بورسعيد في بعض المأجورين عملوا الامر، ولكن اكيد 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 في ناس في بورسعيد ما بيحبوش الكره اصلا وما كانوش بيتفرجوا على الماتش. فيجب التعميم ويجب القصاص ونقفل الصفحه دي خالص، وان شاء الله ما نشوفهاش وما تتكررش مره ثانيه. بشكركم جدا على وجودكم معنا النهارده، ان شاء الله تكون امور افضل في الفتره الجايه فيما يتعلق بحضور الجماهير، بانتظام الامور في الوسط الرياضي، بالبعد عن التطرف والشغب والتعصب والعنف، وملء ملاعبنا بكل الصور الجميله اللي تليق بهذا الوطن وبهذه الجماهير وبهذا الشعب الطيب. قبل كل شيء حتى لو عندنا مشاكل كتير، في النهايه احنا شعب طيب نستحق ان احنا نستمتع في ملاعبنا الرياضيه، بس نلتزم نساعد الاخرين على القيام بادوارهم وهم يؤدوا ادوارهم بالشكل القانوني والملتزم واللي بيحترم الامور الخاصه بحقوق الانسان وبالمعايير القانونيه وبصرامه القانون وتنفيذ الضوابط على الجميع. لكن احنا كمان نساعد اي اجهزه بتشتغل في الدوله سواء شرطه او امن او اي اجهزه تشترك في تنظيم والاشراف على وحمايه وتامين المنشات والملاعب الرياضيه والاستادات. دورنا كمان مهم كمواطنين كمشجعين، احنا نبقى قدوه ونبقى مثال في الالتزام، ده بيقلل اي مشكله ممكن تحصل لنسبه يمكن اقل من 0.5%. ان شاء الله تكون الامور افضل، وبشكر حضراتكم على متابعتنا النهارده في استاد الاهلي. اشكر الناقد الرياضي ومدير تحرير صحيفه المساء الاستاذ سامي عبد الفتاح، شكرا جزيلا لحضرتك. واشكر ايضا رئيس تحرير موقع يلا كوره الكابتن كريم سعيد. كريم بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا النهارده واسعدتنا واول لقاء لينا، ان شاء الله تتوالى اللقاء ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا شكرا لحضراتكم على المتابعه. نهايه هذه الحلقه من حلقات استاد الاهلي، شكرا لحضراتكم والى اللقاء.